طلبة وطلبات الثانوية العامة. أهلا بيكم على موقع اليوم السابع، معكم مستر محمد غبور. فضيفتنا النهاردة مستر عثمان مصطفى، موجه عام الرياضيات في مكتب المستشار سابقا. أهلا بحضرتك دكتور عثمان. الله يسلمك. هنتكلم النهاردة مع بعض على مادة التفاضل والتكامل، بس في البداية الدكتور عثمان هيشرح لنا عدد الأسئلة في الورقة الامتحانية كام سؤال، وتوزيع الدرجات على الورقة الامتحانية، وفي نفس الوقت نعرف كام وحدة موجودة في مادة التفاضل والتكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم، وبتشرف بوجودي معاكم النهارده، وبتشرف بوجودي مع مستر محمد غبور، كبير معلم الرياضيات في مصر. اهلا بحضرتك، وبتشرف بوجودي في اليوم السابع النهارده والاستاف الموجود، وبتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق باذن الله تعالى. بالنسبه لمنهج التفاضل والتكامل، احنا عندنا اربع وحدات يا مستر محمد زي ما حضرتك عارف، وعندنا الامتحان ان شاء الله 30 سؤال، اسف 20 سؤال، 10 اسئله كل سؤال بدرجه، وثمان اسئله كل سؤال بدرجتين، وسؤالين مقالي كل سؤال بدرجتين، وبالتالي المجموع يبقى 20 سؤال ب 30 درجه. طبعا في الماده السابقه كانت الجبر والهندسه الفراغيه، الحمد لله كان في مراجعه ممتازه جدا، ويعني حاسين ان احنا عملنا حاجه كويسه جدا بالنسبه للطلبه في مصر، والحمد لله الاسئله كانت في المتناول، والامتحان في الجبر والهندسه الفراغيه كان تقريبا يعني مناسب جدا لكل مستويات الطلبه، والطلبه طلعت مبسوطه. ان شاء الله نتمنى ان امتحان التفاضل والتكامل يكون بنفس المستوى وباقي الفروع ان شاء الله. تعالوا مع بعض على بركه الله نبدا مجموعه من التمارين الهامه جدا. نشوف كده مع حضرتك اول سؤال يا مستر عثمان. تمام. السؤال بيقول اوجد تكامل ه س ه اس س في جا ه اس س ج ت ه اس س د س. تمام. السؤال الاول هنا احنا عندنا ملاحظين يا دكتور ان عندنا حاصل ضرب دالتين، بس للاسف احنا عندنا الزاويه الخاصه بداله الجيم وجيب التمام هي داله اسيه، يعني هي اس س. في بعض القواعد بتبقى صعبه على الطلبه، تكامل الجا احنا عارفين طبعا اللي هو سالب جتا، بس لو كانت الزاويه عباره عن داله هنعرف مع بعض القاعده المهمه دي، تكامل جا دال س مضروبه في دال شرطه س بيساوي سالب جتا دال س، ونفس القصه باقي القوانين. يعني خلاصه الكلام، لو عندنا الزاويه عباره عن داله لازم يكون مشتقة الدالة مضروبة في الدالة المثلثية اللي موجودة عندنا. طيب تمام. ايه رأي حضرتك ان احنا نفكر في فكرة ان في دالة ومشتقتها يا دكتور عثمان؟ زي ما حضرتك قلت يا مستر محمد، ان فعلا بالنسبة لحاصل الضرب الدوال في التكامل ده ما فيش قاعدة ليها غير قاعدة واحدة، لو عندي دالة اس ن في مشتقتها اقدر اعمل لها تكامل. تمام. بالتالي عايزين دالة في مشتقتها. هل ده متوفر ولا لا في المسألة؟ فابتدي ادور على الحتة دي. حضرتك انت ملاحظ هنا ان جا ه اس س. تمام. لو فكرنا في مشتقتها، ترى مشتق جا ه اس س بتساوي كام؟ تمام. الداله جا ه اس س بتساوي مشتقتها الجا تبقى جتا، واثبت الداله اللي هي ه اس س واضرب في مشتقه الداله، فتفاضل ه اس س اصلا بتساوي ه اس س. تمام. وبالتالي الداله دي اس واحد كلها على بعضها موجوده المشتقه بتاعتها اللي هي جتا ه اس س في ه اس س. تمام. وبالتالي يبقى كده عندي اقدر اطبق القانون الخاص بالطريقه دي. طبعا هو احنا بندردش انا والمستر عثمان في ان احنا نوصل لطريقه حل مناسبه، بنتخذ يعني طريقه تفكيرك كوسيله للحل. اول حاجه احنا عندنا دالتين مضروبين في بعض، جا ه اس س اتفقنا ان مشتقتها عباره عن ه اس س في جتا ه اس س، وبالتالي عندي داله مضروبه في مشتقتها، فممكن نعتبر الداله دي تعتبر قوس مرفوع لاس واحد، وبالتالي لما نكملها هنزود على الاس واحد وهنقسم على الاس الجديد. تمام. مع حضرتك بقى كده يا دكتور، مين اللي هنعتبرها الداله ومين اللي هنعتبرها المشتقه؟ تمام. هعتبر ان جا ه اس س هي الداله، مشتقتها جتا ه اس س في ه اس س دي المشتقه بتاعتها. تمام. بعد كده الخطوه اللي بعدها هي الاس واحد الداله، هزود بقى الاس واحد واقسم على الاس الجديد والمشتقه خلاص. تمام. يعني احنا بنشطب على المشتقه ونزود على القوس اس واحد وبنقسم على الاس الجديد، يبقى لما نشوف كده مع بعض الناتج. ايوه. يبقى نص جا ه اس س لكل تربيع زائد ثابت. زائد ثابت مهم قوي. طبعا طلبه كتير جدا بتنسى الثابت، ده اهم شيء في خطوه التكامل. طب هل ممكن نعكس؟ يعني ممكن نعتبر جتا ه اس س مثلا عثمان مشتقتها هي ه جا ه اس س ومضروبه في سالب، يعني ممكن نستخدم العكس؟ اه ممتاز. فعلا المساله دي تقدر احلها بطريقه ثانيه زي ما حضرتك قلت كده، ان جتا ه اس س مشتقتها سالب جا ه اس س في ه اس س، بس كده انا محتاج بقى سالب في المساله. عندنا مشكله، مشكله السالب. اعمل فيها ايه بقى؟ الطالب بيتعامل مع مشكله السالب، يحط سالب مرتين، مره مضروبه في ه اس س جا ه اس س، والسالب الثاني يحطه بره التكامل او يحطها قدامها عادي جدا. طب تعالى نشوفها كده يا دكتور. تمام. عندنا في الحل الاخر انا اعتبرت ان جتا ه اس س هي الداله ومشتقتها سالب ه اس س في جا ه اس س، زي ما حضرتك تفضلت هنا انا غيرت في السؤال
عشان السؤال ما نغيرش فيه ويرجع لاصله لازم نحط اشاره سالبه بره. طب نكمل ازاي برضو؟ برضو نفس الكلام، ادي داله ومشتقتها، يبقى زود الاس واحد واقسم على الاس الجديد. تمام. زائد السالب. يبقى الناتج هيساوي سالب نص جتا هي اس س الكل تربيع زائد ثابت. استنى استاذ محمد بقى، في حاسس المساله دي ليها حل ثالث، هل حضرتك تحب تقوله؟ تمام فضل. طب يعني حضرتك احنا لاحظنا ان احنا عندنا في ثانيه ثانوي جا الف في جتا الف. تمام. بتساوي نص جا 2 الف. فممكن نستخدم طريقه تبسيط حاصل ضرب الجا في الجتا ان انا احولها لداله مثلثيه واحده واكملها بسهوله. تمام. فاحنا عندنا جا هي اس س في جتا هي اس س، ممكن نشيلها ونحط مكانها نص جا ضعف الزاويه يبقى 2 ه اس س. طب نشوفها مع بعض كده في الحل الاخر. انا فصلت هي اس س في البدايه، جا هي اس س في جتا هي اس س، شلنا جا هي اس س في جتا هي اس س وحطينا مكانها نص جا 2 هي اس س، او ممكن اضرب في 2 بره و2 جوه. تمام. وبالتالي ممكن نشيل 2 جا هي اس س جتا هي اس س ونحط مكانها ضعف الزاويه جا 2 هي اس س. طب نكملها ازاي يا دكتور عثمان؟ تكامل الجا بسالب جتا. تمام. تمام. ويبقى والمشتقه موجوده بره، هضرب هنا في 2 واحط بره 2، فبالتالي تديني ربع سالب ربع فجتا 2 هي اس س. تمام. يعني مثلا عثمان قال لنا عشان نكامل جا هي 2 اس س لازم يكون اللي بره مشتقه الزاويه. مشتقه 2 هي اس س لازم تكون 2 هي اس س. طب تكامل الجا سالب جتا، وبالتالي هنقسم كمان على 2 اللي هي نص، لان ضربت في 2 يبقى الناتج هيدينا سالب ربع جتا 2 ه اس س زائد ثابت. وده ياخدنا لحته مهمه قوي، ان انا ممكن قبل ما اعمل عمليه التكامل ان انا ابسط المقدار الاول. بصراحه الحل الثالث ده حل جميل جدا، فانا ازاي اختصر المقدار الاول؟ مفيش ما يمنع ان انا ابسط المساله، ابسط المقدار وابتدي اعمل التكامل. فالمساله دي فعلا مثال او نموذج كويس جدا كذا فكره للحل. تمام. طيب هو في طبعا نقطه دلوقتي بتتبادر لذهنك، انتوا طلعتوا الحل الاول نص جا هي اس س تربيع زائد ثابت، الحل الثاني سالب نص جتا هي اس س تربيع مختلف تماما، الحل الثالث مختلف تماما، لا الحلول كلها زي بعضها. كل الفكره ان احنا عندنا المقدار ده جا هي اس س الكل تربيع، لو وصلته لجتا هي اس س الثابت بس قيمته اللي بتتغير، ونفس القصه الصوره الاخيره. يبقى تاخد بالك من النقطه دي، اوعى تقول ان الثلاثه بالظبط يا دكتور عثمان، عندنا الثوابت مختلفه بس الحل هيكون حل واحد. طب نشوف فكره اخرى. السؤال بيقول اذا كانت ص بتساوي س اس س زائد س اس ص، فان ص شرطه عند نقطه 1 و2 هي 1 2 3 4. السؤال ده يا مستر محمد فيه مشكله كبيره. تمام. ان هو هنا س اس س زائد ص زائد س اس ص. انا عارف حضراتكم هتفكروا ازاي، احنا عندنا بس اسمح لي بس اسالك في ثلاث حاجات. اتفضل. لو انا قلت عايز افاضل س اس 5، س اس 5 بننزل الاس ونطرح من الاس واحد، ودي سهله. حلو قوي. الاساس هنا متغير والاس ثابت، مفيش مشكله. متغير عشان س والاس ثابت. عظيم. طب س اس م وم ثابت نفس الطريقه، م س اس س ناقص واحد ونطرح من الاس واحد طب 5 اس س، 5 اس س نفس الطريقه بطريقه اشتقاق الدوال الاسيه اللي هي انا اشتقاق 5 اس س ونضرب في الايه في اللوغاريتم، اللوغاريتم الاساسي لعدد 5. تمام. طب س اس س بقى فاضلها ازاي يا مستر محمد؟ اتفقنا لما يكون عندنا الاساس متغير والاس متغير بناخد لوغاريتم الطرفين. تاس. هنا بقى في مفاجاه. طيب مفاجاه هنا بقى، اما دخل اللوغاريتم هنا اللوغاريتم لما يخش على الزائد ما ينفعش، انما لو كان في عمليه ضرب كان اللوغاريتم يبقى اللوغاريتم الاول زائد اللوغاريتم الثاني. فمشكلتي هنا يا مستر محمد وجود الزائد دي، اعمل ايه عشان نحل سؤال زي ده بقى؟ يعني انت حضرتك عايز تقول لنا لو كانت ص بتساوي س اس س فكانت ايه؟ ده كانت سهله قوي، كانت سهله، كنا خدنا لوغاريتم الطرفين للاساس ه، كانت تبقى لوغاريتم ص للاساس ه بيساوي لوغاريتم س اس س للاساس ه، ونطلع س بره ونشتق. انما هنا انا عندي مشكله في ايه؟ في زائد. طب انا بقى عايزك تفكر معايا نعمل ايه؟ اعمل ايه الزائد وازاي اخش باللوغاريتمات على وجود الزائد في المساله؟ دي فكره جديده. انا ممكن ارد على حضرتك بسرعه. لا اتفضل. بعض الطلبه هتغلط وتقول هنوزع اللوغاريتم عليهم، يعني ياخد لوغاريتم الطرفين. تمام. لوغاريتم س اس س زائد لوغاريتم نرجع تاني للسؤال، لوغاريتم س اس س زائد لوغاريتم س اس ص. طبعا الكلام ده غلط، لان اللوغاريتم مش هتوزع على الجمع. متوزع على مين؟ طبعا الضرب، يعني لو عندنا مثلا لوغاريتم س في ص. ايوه. اصلها لوغاريتم س زائد لوغاريتم ص. طب لو كانت اسمها؟ نفس لو لوغاريتم س على ص تتحول للوغاريتم س ناقص لوغاريتم ص. طب لو كانت اس س اس ن الاس يطلع بره مضروب في اللوغاريتم. امال اعمل ايه في الزائد بقى هنا دي؟ طيب انا يعني هقترح على حضرتك اقتراح جميل قوي. اتفضل. خدنا معلومه سابقه في الصف الثاني الثانوي وهي الف اس لوغاريتم س للاساس الف. حضرتك فاكر الناتج كان بيساوي بسين بسين،
طب لو كانت الف اس لوغاريتم د س للاساس الف، لوغاريتم د س للاساس الف سو د س د س، يعني كان بنضيع الاساس اللي هو الف مع اللوغاريتم. طب ما نقولها بالعكس ويبقى مداخل اللوغاريتم. نقولها بالعكس. حاضر. يعني س بتساوي لوغاريتم للاساس الف اس لوغاريتم س للاساس الف. س بتساوي لوغاريتم مثلا اسف س بتساوي الف اس لوغاريتم للاساس الف لس. تمام. يعني حضرتك عايز تقول لي لو انا اديتك س ممكن ترجعها لاصلها اللي هو الف اس لوغاريتم س للاساس الف. طب لو هيه بقى، طب ممكن نرجع ال ه هو اصلها الف اس لوغاريتم ه للاساس الف. اسف انا عايز اقول س باستخدام ال ه. س بتساوي ايه بقى؟ س باستخدام ال ه. أيوة. يعني عايز ارجعها ل ه اس لوغاريتم س للاساس ه اس لوغاريتم ه للاساس ه دي بتساوي ه. طب لو كانت س نقولها تاني يبقى ه اس لوغاريتم س للاساس ه. يعني س بتساوي ه اس لوغاريتم س للاساس ه. تمام. طب ص يبقى ه اس لوغاريتم ص للاساس ه. ده اللي انا عايزه. طيب اذا اقدر احول دي كده يبقى يعني س سين. عايز توصلني ان س اس س ممكن يكون اصلها ه اس لوغاريتم س اس س للاساس ه. وطبعا نخرج السين بره اللوغاريتم يبقى تمام. يعني انت هدف حضرتك ان انا اكتب س اس س بشكل مختلف باله على الصوره ه اس لوغاريتم س اس س للاساس ه عشان اقدر افاضل، لان لو هي اس اقدر افاضلها. طيب نشوفها مع بعض الثانيه الطريقه الثانيه الصح. نشوفها مع بعض. انا كتبت س اس س بشكل جديد ه اس لوغاريتم س اس س للاساس ه. طب س اس ص كتبتها برضو بشكل جديد ه اس لوغاريتم س اس ص للاساس ه. حضرتك تفضلت وقلت مشكورا. الاس ده نعمل فيه ايه؟ هينزل هنا كده معامل وينزل هنا معامل، يعني هيضرب في اللوغاريتم. تمام. طيب تعالى ننزل مع بعض كده الاس. يبقى ه اس س لوغاريتم س للاساس ه زائد ه اس ص لوغاريتم س للاساس ه. في اللحظه دي بقى يا مستر محمد اقدر اعمل التفاضل بمنتهى السهوله، لان انا عندي الداله الاسيه اعرف افاضلها بسهوله. تمام. احنا وصلنا دلوقتي، يعني مستر عثمان عامل حيله بسيطه وجميله جدا، حلت السؤال في ثواني. ان احنا كتبنا ديت في صوره ه اس لوغاريتم س لوغاريتم س اس س للاساس ه وطلعت س بره. نلقي نظره على اللي موجود قدامنا. ه اس س لوغاريتم س للاساس ه اشتقاقها سهل، دي داله اسيه. تمام. طب هنشتقها ازاي يا دكتور عثمان؟ ه اس نفس الاس في مشتقه الاس. طيب يعني هنكتب الاخذه الثانيه بقى، هنكتب الاولى زي ما هي اهي بالظبط، وبعدين مشتقه الاول في ثبت الثاني زائد ثبت الاول في مشتقه الثاني. يعني بالتالي مشتقه س بواحد في لوغاريتم للاساس ه اوف س زائد موجود. ايوه تمام. زائد س في مشتقه لوغاريتم للاساس ه اوف س. طبعا لوغاريتم ه للاساس سوري لوغاريتم للاساس ه لس لوغاريتم 1 على س. لوغاريتم س للاساس ه بتساوي 1 على س. س في 1 على س تبقى بواحد، يبقى كده تمام. تمام. يعني هذا الثاني. طب ممكن اقولها ثاني برضو معاهم؟ اتفضل. ه اس س لوغاريتم س للاساس ه كتبناها زي ما هي. بعد كده مشتقه الاس ده حاصل ضرب دالتين، مشتقه الاولى بواحد في الثانيه لوغاريتم س للاساس ه زائد مشتقه اللوغاريتم بواحد على س في الاولى اللي هي س مع قوس الضرب يبقى الناتج واحد. نفس الكلام هنا برضو، نفس القصه الثانيه صاد مشتقتها بضال صاد دال س في لوغاريتم س للاساس ه او صاد شرطه. تمام. مشتقه اللوغاريتم س للاساس ه بواحد على س تتضرب في صاد تبقى صاد في واحد على س تبقى صاد على س. طيب هو طلب مني المشتقه عند النقطه واحد واثنين، يعني س بواحد وص باثنين. اشرح لنا التعويضه بس. اعوض في كل الطرفين عن ان س بواحد وص باثنين واوجد صاد شرطه في النهايه بكام. تمام. يبقى هنا صاد شرطه تنزل، هنا هقص واحد لوغاريتم واحد للاساس ه بصفر. بصفر خلاص ده راح مني، يبقى إيه؟ صفر بواحد. تمام. وهكذا بقى، هنا لوغاريتم س للاساس ه هنعوض عن س بواحد يبقى دي بصفر، يبقى صفر واحد يبقى ده واحد. واحد واحد تبقى واحد. تمام. وهنا ه اس اس صفر برضه بواحد اثنين، وهنا لوغاريتم واحد دي بصفر. في هنا صاد شرط عايزها، لوغاريتم هنا واحد بصفر دي راحت، وهنا اثنين على واحد يبقى اثنين في واحد تبقى باثنين. واحد زائد اثنين المحصله في النهايه هتطلع بتساوي ثلاثة. شوفوا كده معايا الفكره، ما خدتش وقت طويل. الطلبه متعوده دايما ان هي تاخد لوغاريتم الطرفين لما يكون الاساس س والاس س. طيب لما يجيب لي س اس س زائد س اس ص، تحيلنا على الموضوع، لان مش هقدر استخدم التكامل، هيبقى فيه صعوبه. ممكن نقدر بس الموضوع هيبقى صعب شويه. تحيلنا باستخدام القاعده الجميله دي، القاعده اللي ذكرها المستر عثمان معانا، قاعده رائعه خلت الداله اتحولت من س اس س لها اس س لوغاريتم س للاساس ه، فاقدر اشتقها بسهوله. ارجع طيب. تاني يا مستر محمد. تمام. السؤال تاني. سؤال تاني ولا السؤال كمان بس نفس السؤال. بقى السؤال معانا بتساوي س اس س زائد س اس ص. برضه انا عايزك تفكر تفكير تاني غير التفكير الاولاني الجميل ده بالفكره الرائعه اللي اتقالت ديت. ايه رايك اسمي ديت بكاف واسمي ديت بعين، يبقى ص هتساوي كاف زائد عين
وبالتالي دال ص دال س هتساوي دال كاف دال س زائد دال ع دال س. اخد بقى الكاف بره اللي هي س اس س، واجيب اللوغاريتم من الناحيتين. يعني سيادتك عايز تقول ان الصاد هتبقى عباره عن كاف زائد عين، بعد كده هنشتق الطرفين بالنسبه لسين، يبقى دال صاد دال سين تساوي دال كاف دال سين زائد دال عين دال سين. وعندنا الكاف بتساوي سين اس صاد، نجيب مشتقتها لوحدها. تمام. وعندنا العين بتساوي سين اس صاد، نجيب مشتقتها لوحدها، وفي الاخر نعوض عنهم. يبقى انا هنا تخيلت على فكره فكره التعويض. تمام. والتعويض ده يعتبر هنا علاج للمساله. تمام. وفكره جميله جدا وطريقه جميله. تمام. اذا ما فيش حاجه صعبه، بس المهم ان انا افكر بس، ويبقى عباره عن مجموعه دالتين واجيب مشتقه الناحيتين. تمام يا دكتور. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال يا مستر محمد بيقول اذا كانت دال داله متصله على الفتره من 1 ل 5 مغلقه، ودال شرطه 3 غير معرفه، ودال شرطتين لسين موجبه لكل سين لا تساوي 3، اكبر من صفر لكل سين لا تساوي 3، فان الشكل الذي يمكن ان يمثل منحنى الداله دال هو الف ولا ب ولا ج ولا د. انا عايز واحده واحده بقى معايا كده وتشرح لي بالراحه يا مستر محمد. الفكره طيب هي داله متصله. عظيم جدا. كلهم متصلين. احنا هندردش مع بعض فيهم نقطه نقطه. اتفضل. مبدئيا الداله المتصله يبقى الشكل الاول والثاني والثالث والرابع كلهم دوال متصل. ممتاز. يبقى الاحتمال الاربعه متواجد معايا، ما نقدرش نلغي واحده فيهم. داله شرطه 3 غير معرفه يعني عندي مماس راسي. طيب عند السين بتساوي 3. الرسمه دي عند الثلاثه في مماس راسي للافقين. غيب صفر. ميله بكام؟ غيب صفر. يبقى نستبعد الرسمه رقم واحد. وهنا الماس موجب عشان التزايدي. تمام. عدد ثلاثة، فبالتالي برضو دي مش بغير معرض. جيم هنستبعدها. احتمال ده فعلا هنا مماس راسي اهو عند العدد ثلاثة، وبرضو ده مماس راسي. اذا هستبعد الفقرة ألف والفقرة ب، اسف ألف وجيم، وهشتغل على الفقرة ب ودال. خلاص كلاهما بيحقق الشرط ده. يبقى الشرط ده الشرطة ثلاثة غير معرفة وصلتني ان انا قدامي الاختيار ب او الاختيار د. تمام. اللي بعده انا عايز ده شرطتين موجبة او اكبر من الصفر. المشتقه الثانيه اكبر من الصفر. امتى يعني ايه المشتقه الثانيه اكبر من الصفر يا مستر محمد؟ يبقى التحدب لاسفل. يعني ايه التحدب لاسفل؟ شكل يعني ده. بمعنى اصح شكل المنحنى بيكون واخد شبيه شكل قاعده الداله التربيعيه س تربيع لما يكون معاملها موجب. يعني عامل كده يعني بالشكل ده سواء كده او كده يعني. بالظبط. ده التحدب. طب لو كانت سالبه، لو كان معامل س تربيع سالبه يبقى واخده الشكل العكسي، ان هي يكون منحنى مفتوح لاسفل، وبالتالي هيكون شكلها واخد الشكل التحدب لاعلى. تمام. طيب. يعني محدب لاعلى دال شرطتين سالبه بيبقى عامل كده او كده او كده الشكل ده. طب رياضيا بقى الممسات لما ترسمها عند اي نقطه لما يكون التحدب لاسفل اسفل المنحنى. تمام. طيب لو التحدب لاعلى يبقى الممسات اعلى المنحنى. لا ده صعبه شويه، خلينا في الحته الثانيه. طيب. تمام. تاني يبقى دال شرطتين لو موجبه فمحدب لاسفل كده. تمام. دال شرطتين لو سالبه محدب لاعلى يبقى كده. تمام. بص هنا بقى ده محدب ايه؟ هنا قبل الثلاثة في تحدب لاعلى. لا يعني سالبة. وهنا؟ وبعد الثلاثة في تحدب لاعلى. نفس الكلام دوت. يبقى الكلام ده بيتحقق. لا لا طب هنا؟ معلش ارجع تاني يا استاذ محمد. هنا؟ هنا قبل الثلاثة في تحدب لاسفل. موجب يعني. بعد الثلاثة في تحدب لاسفل. خلاص بقى يبقى الإجابة دي. يبقى الإجابة طبعًا رقم د. بس نقولها تاني كده. د شرطتين س أكبر من الصفر، يبقى معنى كده إن إشارة المشتقة الثانية موجبة لكل قيم س اللي بتنتمي للفترة وس لا تساوي 3. يبقى قبل الثلاثة وبعد الثلاثة التحدب لأسفل. نلاحظ هنا في المنحنى ب قبل الثلاثة وبعد الثلاثة التحدب لأعلى يبقى مرفوضة. هنا في الشكل ده قبل الثلاثة وبعد الثلاثة التحدب لأسفل. طيب نشوف فكرة أخرى على نفس قراءة المنحنى. يمثل الشكل المقابل المنحنى الدالة ده شرطتين س، يعني ده المشتقة الثانية. وبعدين بيقول على الفترة من سالب 2 ل 5 فترة مفتوحة. الدالة متصلة د. واحد وضح فترات التحدب لاعلى والتحدب لاسفل لمنحنى الداله ان وجدت. السؤال الثاني بسرعه، هل توجد نقطه انقلاب لمنحنى الداله دال في الفتره دي ولا لا؟ تمام. نمسك اول سؤال، احنا عايزين امتى المنحنى محدب لاعلى وامتى محدب لاسفل؟ تمام. هو مديني دال شرطتين يا مستر محمد. انا يعني هتناقش مع حضرتك بتفكير الطالب. طب اتفضل. المنحنى محدب لاعلى والمنحنى محدب لاسفل بنحدده من خلال اشاره المشتقه الثانيه. تمام. المشتقه الثانيه لو كانت سالبه يبقى محدب لاعلى. أيوة. لو كانت موجبه يبقى محدب لاسفل. خلاص تمام. هسأل حضرتك بقى سؤال، المنحنى اللي هو عطوه لي هل منحنى الداله دال ولا دال شرطه ولا دال شرطتين؟ دال شرطتين يعني المشتقه الثانيه. تمام. طيب في جزء من المنحنى ده مرسوم اسفل محور السينات وفي جزء مرسوم اعلى محور السينات. الجزء المرسوم اسفل محور السينات من سالب 2 مفتوح لواحد مفتوح، يبقى اشاره المشتقه الثانيه في الحاله دي تكون سالبه ولا موجبه؟ تمام. يعني حضرتك انت عايز تطلع مننا الاشاره فقط. تمام. اشاره المشتقه الثانيه الاشاره هتحل لك السؤال ده. عظيم. فلو المشتقه الثانيه سالبه محدب لاعلى. تمام. المشتقه الثانيه موجبه
وحد قبل اسف مشتقه الثانيه بصفر وفي تغير في في التحدب انقلاب تمام مع ثبوت الميل مع 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 وجود مماس تمام طب. امسك هنا بقى اول المشتقه الثانيه دي بصفر عند العدد واحد عظيم طب بعد الواحد المشتقه الثانيه فوق المقسومه اعلى يبقى موجبه عظيم قبل الواحد المشتقه الثانيه تحت محور السينات كويس جدا يبقى سالبه تمام يبقى حضرتك الوقت على السؤال اهو يعني حضرتك عايز تقول لنا ان الرسمه اللي قدامنا دي رسمه المشتقه الثانيه ومن خلال بحث اشاره المشتقه الثانيه اقدر احدد التحدب الاعلى والتحدب الاسفل الفتره المفتوحه من سالب 2 ل 1 المنحنى موجود اسفل يبقى سالب يبقى سالب يبقى المنحنى محدب لاعلى محدب لاعلى من سالب 2 ل 1 من 1 مفتوح ل 5 مفتوح موجبه اعلى يبقى المشتقه الثانيه اشارتها موجبه فبالتالي المنحنى محدب لاعلى عند س لما بتساوي 1 المشتقه الثانيه بتساوي بصفر اهي تمام طيب كده احنا عرفنا فترات التحدب الاعلى والتحدب الاسفل هتكلم على نقطه الانقلاب الاول نقطه الانقلاب لازم تاخد بالك ان لها شرطين في ناس بتغفل الشرط الثاني الشرط الاول تغير التحدب حولها سواء قبلها وبعدها يعني هي بتفصل ما بين تحدبين مختلفين لاعلى واسفل او اسفل واعلى الشرط الثاني ده مهم جدا وجود مماس عند نقطه الانقلاب يعني لازم يكون في مماس عند النقطه دي حتى لو كان راسي انما لو النقطه دي المماس من جهه اليمين والمماس من جهه اليسار ما بيساووش بعض يبقى ما فيش مماس فبالتالي النقطه ما بتكونش نقطه انقلاب يبقى شرط مهم جدا وجود مماس لتحديد نقطه الانقلاب اوله ثلاث احتمالات المماس تمام يكون مماس افقي نقولهم مماس افقي يعني مماس راسي المماس راسي مماس يعني الميل من ميله ثابت سواء موجب او سالب تمام يعني بالظبط وحاله ثالثه الحاله الثالثه ان الداله ممكن تكون معرفه باكثر من قاعده المشتقه اليمنى والمشتقه اليسرى الاثنين بيساووا بعض فبالتالي ميل المماس سواء على اليمين وعلى اليسار متساوي الميل ثابت تمام تمام موجب او سالب يعني بالظبط صفر او موجب او سالب من النهايه او الميل ثابت موجب او سالب ما فيش مشكله طيب نشوف كده مع بعض هل المنحنى نقطه انقلاب قبل الواحد في تحدب لاسفل لاعلى وبعد الواحد تحدب لاسفل تمام الشرط الثاني بقى هنا عندي داله داله خطيه وبالتالي المشتقه بتاعتها يعني تكاملها هي داله تربيعيه صار من الموجود في اي نقطه فبالتالي ليها مماس وبالتالي نقطه انقلاب عند العدد واحد عظيم جدا نسيم مسوح مستر عثمان قال معلومتين مهمين قوي قال قبل الواحد في تحدب لاعلى بعد الواحد في تحدب لاسفل كده الشرط الاول خلص وعند الواحد ده الشرط بصفر وهنا عند الواحد ده الشرطين بصفر طبعا ده النقطه الحرجه بتاعتنا النقطة المهمة قوي هل في مماس؟ هو قال ان دي دالة من الدرجة الأولى، المشتقة الثانية دالة من الدرجة الأولى، فبالتالي المشتقة الأولى هتكون دالة من الدرجة الثانية. دالة من الدرجة الثانية وكثيرة حدود يبقى أكيد مليون في المية المشتقة الأولى موجودة عند س بتساوي واحد، فبالتالي في مماس، وبالتالي نقدر نقول إن في نقطة انقلاب للمنحنى عند س لما بتساوي واحد. سؤال جميل جدا. السؤال اللي بعده إذا كان مين النماس لمنحنى الدالة صاد بتساوي دال س عند النقطة س وصاد وتمني بتسأل دي عند أي نقطة تقع عليه تمام هو دال مين يعني بيساوي س جذر س زائد واحد اوجد معادلة المنحنى علما بأنه يمر بنقطة 0 و11 على 15 يعني يا مستر محمد هنا احنا عايزين معادلة المنحنى واللي اداهوني هنا مين المماس عند أي نقطة عليه المشتقة الأولى وهو بيمر بنقطة ديت إزاي أنا أقدر أحصل على معادلة المنحنى تمام اتفضل عشان يديني ميل المماس ونجيب معادله المنحنى شيء طبيعي احنا بنكامل ميل المماس للحصول على معادله المنحنى بس قبل ما نبدا هقول لك على غلطه يعني احنا بنلاحظها في تصحيح الامتحانات وهي ايه دايما بيقول اوجد معادله المنحنى معادله المنحنى علما بان المنحنى يمر بالنقطه 0 و11 على 15 نلاقي طالب اشتق الداله دي وراح عوض بالنقطه 0 و11 على 15 وجاب الميل وراح جاب معادله المماس السؤال حاجه ثانيه خالص اللي انت بتحله ده حاجة مختلفة تماما، لما يطلب منك معادلة المماس للمنحنى عند النقطة الفلانية تعمل كده، إنما هنا أعطيني ميل المماس للمنحنى وطلب مني معادلة المنحنى، يبقى إحنا بنكامل للحصول على معادلة المنحنى. طب نرتب بقى تاني. تمام. إذا أنا ممكن يكون عندي منحنى، معادلة منحنى، بفاضلها عشان أجيب ميل المماس عند أي نقطة. عظيم. أقعد بنقطة معينة إديني ميل المماس، وأجيب بقى لأن معادلة المماس أول عمودي. طيب. إنما العكس بقى لو إداني ميل المماس عند أي نقطة. عظيم. أعمل لها تكامل فأجيب معادلة المنحنى. تمام. واستفاد بالنقطة عشان أجيب الثابت يبقى كده جبت المعادلة. تمام. يعني هو السؤال هنا عايز كده. من ميل المماس عايز معادلة المنحنى. عند أي نقطة أعمل له تكامل فأجيب معادلة المنحنى وأجيب الثابت بعد ما أكمله يعني. طب اتفضل نشوف هنعمل إحنا طبعًا بنركز يعني بقدر الإمكان على الأخطاء اللي سيادتك بتقع فيه. تمام فركز في الكلام اللي بنقوله نقطة تانية بقى ماشي. إذا كان ميل المماس للمنحنى الدالة دي عند أي نقطة عليه س نقصد هو ده ميل المماس يعني ده المنحنى معادلة المنحنى اشتقتها عظيم يعني هو ده قصاد ده س ده الميل يعني
وعايز يوجد معادله المنحنى الاصلي بتاع المساله. يبقى ان كامل. يبقى ده سؤال في منتهى الاهميه يا مستر محمد. اتفضل. طيب هتناقش مع حضرتك في نقطه هنا. س جذر س زائد 1 دي ممكن يكون لها اكتر من طريقه في الحل. ممكن نستخدم طريقه التعويض، ممكن نستخدم طريقه التجزيء. لا احنا نبص الاول لبدايه الحل. تمام. نبتدي اول نشوف احنا عندنا ايه وهنعمل تكامل ازاي. تمام. احنا هنحلها بالتعويض يعني مع بعض في الحل. فتفضل. بس انا اقصد ان احنا عندنا اكتر من طريقه، بس هل ممكن في الامتحان يجي سؤال ويقول لي باستخدام كذا؟ عادي جدا. يعني في امتحان 2020 حصل في امتحان الثانويه العامه وذكر في راس السؤال وقال باستخدام التكامل بالتجزيء، باستخدام التكامل بالتعويض، هل ممكن يفرض عليك؟ اه طبعا. فلازم تكون عارف اكتر من طريقه. بس تعال نشوف كده مع بعض. نشوف كده مع بعض. اول خطوه عندنا هنحل سؤالنا كده. بس انا عايز دي دلس مين المماس. يبقى دلس دل س، دلس دل س بتساوي س. دي غلطه. س في الجذر ده هو. طيب انا عايز اوجد بقى ايه معادله المنحنى، يعني عايز اوجد ص او دلس س، فهضطر اعمل عمليه تكامل اسمها فصل المتغيرات والتكامل. طبعا معلش ده هنا دلس دل س فدي س ودي واحد من الناحيه. تمام. السؤال بقى حضرتك دلوقتي ازاي اعمل تكامل للمقدار ده؟ انا عندي س في س زائد 1 اس نص، ده حصل ضرب دالتين. حصل ضرب الدالتين اللي موجودين قدامنا في عندنا اكتر من طريقه. ممكن يكون اللي بره مشتقه مداخل القوس. هل مشتقه الس هي اللي بره؟ مشتقه الس بواحد، يبقى الطريقه دي مش هتنفع. الطريقه الثانيه ان انا احاول بقدر الامكان ان انا افرض ان مداخل القوس ده عين مثلا، فبنستخدم طريقه اسمها طريقه التعويض. الطريقه الثالثه ان انا ممكن اعتبر ضله فيهم بتمثل دالتين، واحده فيهم هنفضلها واحده فيهم هنكملها ونستخدم طريقه التجزيء. هل انا موجود عندي س زائد 1 اس نص، في ناس ممكن تعوض عن العين بس زائد 1 وفي ناس ممكن تعوض عن العين بس زائد 1 اس نص. انا اعوض عن العين بس زائد 1. انا عندي هنا في السؤال في الجزئيه دي في حاجتين زي ما حضرتك قلت، اجمل حاجه ليها طريقه التعويض فعلا. تمام. انا اعوض مش اعوض عن السين، اعوض عن المقدار المركب ده اللي هي حد واحد هو عين، وهنقول عليها هنتكلم فيها دلوقتي. في طريقه ثانيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان انا ممكن احول اللي بره ده لشكل اللي جوه، ان انا ازود واحد ونقص واحد واوزع. طريقه ثانيه ثانوي. دي ثانيه ثانوي. تمام. طريقه في سنه ثالثه اللي هي ايه؟ ان انا اعمل عمليه تعويض عن المقدار اللي جوه بدل ما هو حدين اخليه حد واحد. تمام. حضرتك سميت ان س زائد واحد دي بتساوي عين. فالفرصه بقى جميله ان انا اشرح او نشرح مع بعض طريقه التعويض. نركز مع بعض كده في الجزئيه دي لانها مهمه شويه. انا هفترض دي بتعويضه معينه اسمها عين اسمها صاد، بلاش صاد ده. تمام. اسمها عين اسمها كاف، خلاص دي بتعويضه. عايز ان حضرتك دي تطلع لي حاجتين بقى، تقول لي السين لوحدها دي بكام وتقول لي الدال سين بتساوي كام. عايز الحاجتين دولت. اول حاجه طبعا السين عشان اخليها لوحدها في طرف هنقل الواحد عكس الاشاره، يبقى سين بتساوي عين ناقص واحد. دي في بعض المسائل ممكن نحتاجها وفي البعض الاخر ممكن ما نحتاجهاش. تمام يا فندم. بس بنسبه كبيره بنحتاجها. تمام. لو فضلت الطرفين يبقى دال سين هتساوي دال عين. انا جبت حاجتين، جبت السين وجبت دال س. تعالى بقى نعوضهم. طيب تمام، يبقى انا فرضت دي بعين وجبت السين بدلاله العين وكمان جبت التفاضلي دال س بدلاله التفاضلي دال عين. كله بقى كلها عين، اقدر ان شاء الله اعمل بسهوله. اتحولت المساله من المتغير س للمتغير عين. هل هي بتبقى اسهل في التكامل؟ نشوف. نشوف. اتفضل يا مستر محمد. ص بتساوي تكامل، شلت السين وحطيت مكانها عين ناقص واحد اهيت. تمام. وشلت س زائد 1 وحطيت مكانها عين، وفي اس نص يبقى عين اس نص، وشلنا دال س وحطينا مكانها دال مساوي. ممتاز. طيب اللي قدامنا ده سهل بقى. ليه سهل ليه؟ لان طبعا عندنا دلوقتي يعتبر عين اس نص في عين وعين اس نص في سالب 1 بسالب عين اس نص، اقدر اكمل كل حد بسهوله. يعني سهل اضرب عشان ده اس واحد يعني. تمام. هنا كان صعب جدا الضرب لان كان في القوس عليه اس. ممتاز. عظيم جدا. طب لو كان ده اس مثلا 2 او اس 3 ممكن تفك عادي جدا وتضرب، بس طبعا الطريقه دي اسهل. عين اس نص في عين بعين اس 3 على 2. تمام. عين اس نص في سالب 1 بسالب عين اس نص. طبعا هنكمل عادي جدا، هنزود على الاس 1 ونقسم الاس الجديد. طلعت ص بتساوي 2 على 5 عين اس 5 على 2 ناقص 2 على 3 في عين اس 3 على 2 زائد الثابت. طب نجيبه ازاي؟ انا عايز معادله منحنى يبقى ص مع س. تمام. هل ممكن ارجع اشيل العين دي وارجعها س ثاني؟ تمام. نشيل العين ونحط مكانها س زائد 1. اصبحت عندي ص بتساوي 50 س زائد 1 اس 5 على 2 ناقص 2 على 3 س زائد 1 اس 3 على 2 زائد ثابت. محتاجين الثابت. هل في نقطه عندنا ادهالنا في المساله؟ لازم يديني نقطه. تمام. هل في نقطه عندنا؟ النقطه عندي الاحداث السيني وعندي الاحداث الصاد. خلاص اعوض عن صاد وعن س واجيب الثابت. عندي النقطه 0 و11 على 15. خلاص يبقى الصاد 11 على 15 والس بصفر، اقدر اجيب الثابت، يبقى كده جبت معادله المنحنى. طب تعالى نعوض كده. شلنا الصاد وحطينا مكانها 11 على 15. هنا 0 زائد 1 بواحد اس اي حاجه بواحد، في 50 ب 50، 0 زائد 1 ب 1، اس 3 على 2 ب 1،
في سالب 2 على 3 في سالب 2 على 3. جمع دول بالآلة الحاسبة ونقولهم بعكس الإشارة، طلع الثابت عندي بيساوي 1. واكتب بقى معادلة، وبالتالي معادلة المنحنى تاخد الشكل. طيب هل ممكن نحلها بالتجزيء؟ ممكن نحلها بالتجزيء عادي جدا. طيب لازم تعرف طرق مختلفة. ممكن يجي في الامتحان يقول لك باستخدام الاشتقاق البارامتري، اوجد ضال ص د س، يجيب لك ص بدلالة النون والسين بدلالة النون ويقول لك باستخدام الاشتقاق البارامتري. يعني اللي احنا عايزين نوصله يا مستر عثمان ان الطالب ما يتوقفش على طريقة واحدة، ما توقفش على طريقة واحدة تقول هحل بيها فقط. لا، الامتحان مش بيقيس طريقة واحدة، الامتحان بيقيس طرق مختلفة، وبالتالي لازم تتعلم اكتر من طريقة للحل. يعني انا خلاص السؤال ده عرفت فكرته، ان لو اداني مين النماس عند اي نقطة هعمل تكامل واقدر اجيب معادلة المنحنى بالاستعانة بالنقطة ان شاء الله الموجودة تبع المنحنى. يعني قصة الثابت هنجيبها عن طريق ايه؟ التعويض بالنقطة. تمام مستر محمد. هشوف انا السؤال ده بقى وانت حضرتك هتحله لنا. اتفضل. القيمة الصغرى المطلقة للدالة د س بتساوي س اس 4 زائد 2، وس بتنتمي للفترة من سالب 1 ل 2 هي، وعندي مجموعة من الاختيارات. طيب الاول بس نشوف السؤال كده، هو عاوز القيمة الصغرى المطلقة وس بتنتمي للفترة من 0 ل 2. عايز بس من حضرتك توضح لنا ازاي بنقيم القيمة الصغرى المطلقة والعظمى المطلقة؟ انا بشكر حضرتك جدا ان السؤال ده فعلا سؤال سهل وحله جميل قوي، شكرا عليه. يعني بالنسبة للقيمة الصغرى المطلقة او القيمة العظمى المطلقة، انا بعمل اول خطوة ان انا بجيب مشتقة الدالة. تمام. وعند الخطوة الثانية بطلع النقط الحرجة. عظيم جدا. وبعدين ابتدي بقى اعوض في الدالة الأساسية بالبداية، بداية الفترة ونهايتها، وبعوض بنقط الحرجه الموجوده عندي اللي هو جوه اللي هي تنتمي للفتره. طبعا هو يعني الحته دي كنت لسه هسال حضرتك فيها. طلبه كتير جدا بتغلط في الحته دي. دكتور عثمان قال لنا احنا بنجيب المشتقه الاولى للداله، من المشتقه الاولى بنحصل على النقط الحرجه. طبعا احنا عارفين نجيب النقط الحرجه ازاي، وبعوض بدايه الفتره. نقط الحرجه بتبقى مشتقه بصفر او غير معرف. تمام تمام. طلبه كتير جدا تقول لك المشتقه بصفر فقط. لا لا، دي واحنا جايبين مثال كمان على النقطه دي لانها مهمه. تمام. سيادتك بتقول بنعوض ببدايه الفتره وبنهايه الفتره وبالنقط الحرجه اللي موجوده في الفتره. مش بدرس اشاره، مش ببحث اشاره الداله ولا الكلام ده بتاع زي النقط المحليه المطلقه والعظمى المطلقه والصغرى المطلقه. هنا بس فقط بجيب صوره البدايه، صورة النهاية، صورة النقطة الحرجة اللي السين بتاعتها تنتمي للفترة. طب هطرح على حضرتك سؤال. طب لو النقط الحرجة طلعت 0 و5. تمام. واعطيني الفترة من سالب 1 ل 2، نعوض بإيه؟ بالصفر طبعا هي الموجودة في الفترة، إنما الخمسة مش تنفع. تاني هنقولها تاني؟ تاني أنا هعطيك الفترة من سالب 1 ل 2 والنقط الحرجة طلعت 0 و5، نعوض بمين؟ بالصفر بس لأن هي تبع الفترة. تمام. طب والخمسة؟ لا تنتمي ماليش دعوة. تمام. في طلبة تانية برضه مستر محمد. اتفضل. طب أنا ما قلتش بقى مين هي العظمى المطلقة أو الصغرى المطلقة بعد ما عوضت؟ اكبر قيمه هي القيمه العظمى المطلقه، واصغر قيمه هي القيمه الصغرى المطلقه. نشوف الحاجة. وكمان في نقطه، القيمه الصغرى المطلقه للداله لما يديني فتره، الفتره بتكون مغلقه. تمام. وبدايه الفتره ونهايه الفتره معانا، انما في النقط الحرجه الحديه لازم تكون الفتره مفتوحه. العناصر اللي في بدايه الفتره ونهايه الفتره ما نقدرش نقول عليهم نقط حرجه. طب نشوف كده مع بعض. هفاضل بقى س اس 4 زائد طلع ب 4 س تكعيب، اسويها بصفر، ودي داله طبعا كثيره حدود، فبالتالي ما فيش ما عنديش احتمال ان تبقى غير معرفه. تمام. فاذا احط داله شرطه بصفر، 4 س تكعيب بتساوي صفر، تطلع س بصفر، بتنتمي للفتره، موجوده في الفتره. يبقى نعوض بكام؟ ثلاث حاجات بقى. تمام. بدايه ونهايه والسين اللي هي بصفر. طب نعوض كده مع بعض. نعوض. جبنا داله الصفر، عوضنا في الداله الاصليه اللي هي س اس 4 زائد 2 طلعت ب 2، داله السالب 1 طلعت ب 3، داله الاثنين طلعت ب 18. طيب هو عايز العظمى المطلقه ولا الصغرى المطلقه؟ نقولهم كلهم. هم الصغرى المطلقه ايه؟ اصغر حاجه هنا كام في الناتج؟ 2. يبقى دي الصغرى المطلقه. طيب لو طلب وقال نقطه القيمه الصغرى المطلقه هيبقى 0 و2. طب لو قال قيمه س اللي عندها للداله قيمه صغرى مطلقه 0. يعني شوفوا الثلاث مطالب، ده سؤال اختياري. ممكن سيادتك تبقى حافظ ما انتش فاهم، يطلب منك القيمه العظمى المطلقه تقول له انت صفر. لا، القيمة العظمى المطلقة المقصود بيها، آسف، دي الصغرى المطلقة، تقول له صفر. الصغرى المطلقة هنا باتنين اللي هو الإحداث الصادي. لما يطلب النقطة يبقى الزوج المرتب كامل صفر واتنين. لما يطلب قيمة س التي تجعل للدالة نقطة قيمة صغرى مطلقة يبقى سيادتك تقول س بس اللي هي قيمتها هنا بكام؟ صفر. طب العظمى المطلقة يا دكتور؟ 18. تمام. طب نقطة القيمة العظمى المطلقة 2 و 18. طب قيمة س التي تجعل للدالة قيمة عظمى مطلقة س بتساوي 2. تمام. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اقرا انا بقى. ماشي اتفضل. حلو انت. طيب ماشي حاضر. عايزين تكامل 5 س تربيع في 2 س تكعيب زائد 1 اس 3 د س، بس عايز حاجه تحل بطريقتين. هندردش فيه يعني كده مع بعض، وزي ما حضرتك يعني قلت فيه اكتر من طريقه، هنقول الطريقتين كده مع بعض. اتفضل.
في ثانيه ثانوي القاعده كانت بتقول ايه؟ لو عندنا د شرطه س مضروبه في قوس جواه د س والقوس ده مرفوع للاس نون، اتفقنا ان احنا بنشطب على المشتقه اللي بره، نقوله بطريقه ثانيه، د الاول د س اس نون في د شرط عادي تمام، د س موجوده في قوس الكل اس نون مضروبه في مشتقتها د شرط تمام. عايز اكملها ازاي؟ بنشيل المشتقه خلاص ونزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. ممتاز ده كده تمام. ده المتحقق هنا، هل المشتقه دي موجوده هنا؟ نشوف مع بعض. 2 س تكعيب زائد 1 تعالى نشتقها تمام، هتدينا 6 س تربيع. بره عندي 5 س تربيع، المشكله في الرقم بسيطه. 5 س تربيع ديت نركن الخمسه كده بره ونكتب 6 س تربيع ونضرب في سدس، تبقى 5 على 6 ها 6 س تربيع، بقى عندي 6 س تربيع مشتقه اللي جوه. خلاص يبقى نشطب المشتقه ونزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. دي طريقه حلو قوي. الطريقه دي هايله دي، خلصت طبعا المسألة. ممكن الطالب يحل باستخدام القواعد اللي سبق دراستها في ثانيه ثانوي عادي جدا في الامتحان. هنا الطريقه الثانيه بقى احنا قلناها في بدايه حلقتنا، ان انا ممكن اقول ان عين بتساوي 2 س تكعيب زائد 1. يعني هعمل تعويض، يعني تعويض عشان مش قادر اوزع ده هنا جوه فاضطر اسمي ده عين. تمام. طب وعلى ما اسميه عين بنجيب حاجتين، ادور على مين ومين؟ بندور على السين وبندور على دال سين. اتفضل نكمل. وممكن نبقى مش محتاجين قيمه الايه؟ قيمه السين. تمام. ونشوف كده مع بعض في حلنا. احولها كلها العين يعني. تمام. تمام اتفضل. اول حاجه عندنا انا شلت العين وحطيت مكانها 2 س تكعيب زائد 1. خدت تفاضل الطرفين، ده العين بتساوي 6 س تربيع دال س. هنا بقى هنقف، يعني مستر عثمان قال انت محتاج السين ومحتاج دال س. هقول لك انا لو جبت السين لوحدها في طرف هنا مش محتاج. ليه؟ لان لما جبت دال عين طلع بتساوي 6 س تربيع دال س اللي هي موجوده اصلا. فبالتالي لو بصينا كده مع بعض على السؤال، 2 س تكعيب زائد 1 اشيلها واحط مكانها عين. دي عين. عين. عين ايه تكعيب؟ تمام تمام. بعد كده 5 س تربيع تمام؟ دي اشيلها واحط مكانها، اطلع الخمسه بره واكتبها 5 على 6 واكتبها 6 س تربيع، عشان اشيل 6 س تربيع دال س كلها على بعضها واحط مكانها دال عين. يبقى انا ما احتجتش ان انا افصل السين لوحدها فين؟ في طرف. تمام. يعني كان ممكن اجيب مثلا س تربيع الناحيه دي، يبقى عندي س تربيع دال س اللي هي تعتبر دال عين، سدس دال عين. تمام. يبقى كده تمام. طبعا هو يعني يعني مستر عثمان بيقول لك للتسهيل عليك خلي س تربيع جنب دال س عشان تبقى واضحه قدامك، وتشيلها وتحط مكانها دال عين. نعوض كده، 5 على 6 شلناها، ده عين تكعيبه اهيت، 6 س تربيع دال س عباره عن دال عين، هنزود على الاس واحد وهنقسم على الاس الجديد، وفي النهايه هنشيل العين ونحط مكانها قيمتها الاصليه اللي هي 2 س تكعيب زائد 1 لكل اس 4. سؤال مهم جدا وحلو قوي. طبعا عملناه بطريقتين، طريقه التعويض ان انا عوضت عن المقدار المركب ده بعين، وطريقه ثانيه ثانوي، وطريقه ثانيه ثانوي ان هي داله اس نون في مشتقتها، والحمد لله الحل كانت كويس جدا. خش على اللي بعده. تمام. ماشي يا دكتور. شوف حضرتك بقى انت السؤال. في الشكل المقابل نصف دائره طول قطرها 10 سم، دي نص دائره طول قطرها 10 سم، فان وده مثلث مرسوم في نص الدائره ديت بهجيم قطر طوله 10 سم. تمام. فان اكبر مساحه لسطح المثلث ا ب ج بتساوي كام وحده مربعه؟ يعني بقى هنا يا مستر محمد فكره اكبر مساحه، اكبر حجم، اقل تكلفه، حته اكبر واصغر، تبع انهي حته في المنهج دي؟ طبعا دي تطبيقات على القيم العظمى والصغرى. تمام. احنا عشان نحدد القيمه العظمى والقيمه الصغرى كنا بنجيب المشتقه الاولى ولا المشتقه الثانيه يا دكتور؟ طيب يا فندم، هو طبعا ممكن اجيبها بالمشتقه الاولى ممكن اجيبها بالمشتقه الثانيه. تمام. هنحطه في الخريطه الاول. تمام. ايجاد اكبر حاجه او اصغر حاجه، ايه الخطوات او ايه الاجراءات او ايه السيناريو اللي كنت بتتبعه تمام بيه؟ اول خطوه نجيب المشتقه الاولى. لا الاول انا عايز اكبر مساحه، يبقى لازم اقول ايه علاقه المساحه بقى اعملها ايه؟ نجيب في البدايه خلاص نجيب المساحه بدلالات متغير. متغير واحد ولا اثنين؟ لا الافضل متغير واحد. تمام خلاص. تمام. يبقى اجيب الحاجه اللي انا عايزها اكبر او اصغر بدلالات متغير واحد. الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه نبدا نشتق الطرفين ونجيب النقطه الحرجه. ممتاز. النقطه الحرجه طبعا احنا عارفين ان لها اكثر من طريقه. بعد ما نجيب النقطة الحرجة في طريقة لتحديد بقى هي عظمى ولا صغرى؟ عن طريق خط الإعداد، وفي طريقة إن أنا أستخدم المشتقة الثانية وأعوض في المشتقة الثانية بالنقط الحرجة، لو طلعت موجبة تبقى صغرى، سالبة تبقى إيه؟ عظمى، لو طلعت بصفر يبقى الاختبار بيفشل ونرجع لخطوة بحث الإشارة عن طريق خط الإعداد. وبصفة عامة كمان السؤال ده أو الدرس ده يعتبر يبقى بتحدد أي تطبيق على العظمى والصغرى المطلقة. تمام. تمام. فبنبتدي نحل بقى المسألة دي. تفتكر اول طريقه حلها هتعملها ازاي؟ في البدايه ده نص دايره او ده مثلث كمان. والمثلث مرسوم في نص دايره وبه جيم قطر. تمام. نقدر نعرف زاويه الف؟
دي من تالت اعدادي. قياسها كام بقى؟ ب 90 درجة. عظيم. يبقى الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دايرة بتساوي 90 درجة. خلاص يبقى دي عندنا قايمة يعني. تمام. المثلث بقى سهل قوي دلوقتي. طيب ممكن دلوقتي علشان اجيب المساحة اعتبر ا ب قاعدة و ا ج ارتفاع او العكس. يعني نص حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع. ممتاز. طيب. انا لو فرضت ان ا ب س. تمام. يفضل نفرض ا ج بصاد ولا اجيب الالف ج بدلالة السين؟ اجيب الف ج بدلالة السين بس نسميه صاد الاول ممكن نجيب. عادي جدا. اتفضل. طيب الف ج تربيع ده بيساوي ايه؟ مش بيساوي ب ج تربيع اللي هو 100 ناقص الف ب تربيع اللي هو س؟ س تربيع. تمام. وبالتالي المربع س تربيع. تمام. فبالتالي اقدر اجيبه الالف ج هيساوي جذر 100 ناقص س تربيع. فيبقى الالف ب بس. لا تعال نشوف الحل بقى. لا استنى ما تروحش منك. طب انا سميت الف ب ب س والثاني جبته عن طريق اهو. اول خطوه خالص فرضنا ان الالف ب ب س اللي هو كان كده الالف ج من فيثاغورس جذر 100 ناقص س تربيع. المساحه بتساوي نص حاصل ضرب ضلع القايمه. يبقى نص في الالف ب اللي هو س في الالف ج جذر 100 ناقص س تربيع. تمام. يعني عايز نص القاعده في الارتفاع. تمام. دي المساحه. انا عايز بقى اعرف المساحه دي اكبر ما ممكن امتى عند س بكام؟ هنشتق المساحه بس الاول هنعمل عمليه تبسيط. هضرب الطرفين في 2 يبقى 2 ميم بتساوي س في جذر 100 ناقص س تربيع. طيب بعد ما ضربنا الطرفين في 2 ضربنا الاول الطرفين في 2 بقت 2 ميم بتساوي س في جذر 100 ناقص س تربيع. دي الخطوه الاولى. بعد كده هربع الطرفين. طب ربعنا خطوه خطوه. ربعنا ليه يا مستر محمد؟ عشان نقرب من الجذر واشتقاق الطرف الايسر يكون سهل. اسهل يعني. طب اسهل بكتير. تمام. بدل ما نعملها حاصل ضرب دالتين. تمام. والجذر مشتقته 2 الجذر في المقام وفوق مشتقه ما تحت الجذر بتاخد وقت. تمام. يبقى انا ضربت في 2 بقت 2 ميم بتساوي س في جذر 100 ناقص س تربيع. هنربع الطرفين اصبحت 4 ميم تربيع بتساوي س تربيع. الجذر ضاع بقت 100 ناقص س تربيع. يعني اربع هنا واربع هنا. طبعا عمليه ضرب فالتربيع ما فيش مشكله. بالظبط. تمام. هنا الموضوع بالنسبه لنا بقى سهل. هنا بقى نبتدي نعمل ايه؟ نشتق الطرف الايمن يبقى 8 م في د م د س اللي هنسميها مع بعض م شرط. الطرف الايسر ده حصل ضرب دالتين. تمام. اشتقاق الاولى بكام يا دكتور؟ اشتقاق الاول ب 2 س. في الثانيه. وثبت الثانيه. تمام. زائد. ثبت الاولى س تربيع في مشتقه الثانيه اللي هي سالب 2 س. جبنا دلوقتي 8 م م شرطه بتساوي 2 س في 100 ناقص س تربيع ناقص 2 س تكعيب لان سالب 2 س في س تربيع بسالب 2 س تكعيب. عشان نجيب النقط الحرجه هناخد م شرطه ونساويها بالصفر. تمام. فبالتالي الطرف الايسر ده هاخده واساويه بالصفر. طلعت منه قيمه الس في النهايه ب 5 جذر 2. الس طلعت ب 5 جذر 2 هتخلي المساحه اكبر ما يمكن. وبالتالي اكبر مساحه بتتحقق لما س بتساوي 5 جذر 2. سيادتك ابحث الاشاره على خط الاعداد. هيطلع لك تزايد ثم تناقص. فبالتالي عند السين بتساوي 5 على 5 جذر 2 يبقى اكبر مساحه تتحقق عند قيمه السين بتساوي 5 جذر 2. طب يا ترى الالف ب 5 جذر 2. طب الالف ج عباره عن 100 جذر 100 ناقص 5 جذر 2 تربيع طلعت ايضا 5 جذر 2. سيادتك لاحظت ان ضلعي القايمه مالهم؟ متساويين. متساويين. طيب يعني هسال حضرتك على ملحوظه مهمه تخلص الحل ده في ثانيه. طب اتفضل. طيب اكبر مساحه طلعت نص 5 جذر 2 في 5 جذر 2 بتساوي 25 سنتيمتر مربع. ممتاز. ممكن طالب يحلها بديهيا. لا لا حاضر. بس انا عايز اشوف حل اخر غير الحل ده. طبعا الحل ده جميل لان فرضت السين ب ب س والف ج جبته بداله السين وجبت المساحه بداله السين وفضلتها. مفيش حل اخر كده للمساله دي يا مستر محمد قبل ما نقول الحل السريع. طب تمام. احنا ممكن طبعا نستخدم الدوال المثلثيه. ممكن افرض زاويه ب او زاويه ج بسيتا مثلا. ممكن فلو رجعت نرجع لبص على الرسمه لراس السؤال من البدايه. انا لو حطيت على الرسمه ان زاويه ب قياسها سيتا زاويه ب قياسها سيتا. تمام. الوتر طوله 10. يا ترى الالف ب ده مجاور ولا مقابل لزاويه سيتا؟ مجاور. يبقى يساوي 10 جتا سيتا. ده 10 جتا سيتا. تمام. طب والالف ج الوتر جيب الزاويه 10 جتا سيتا. يبقى 10 جتا سيتا الف ب 10 جتا سيتا والف ج ب 10 جتا سيتا. كده انا جبت ضلعي القايمه بدلاله كام متغير يا مصر؟ متغير واحد. يبقى انا نقدر دلوقتي نشتق بسهوله جدا. بس المساله اتحولت من داله فيها س لداله فيها دوال مثلثيه. نبص على طيب. نشوف مع بعض كده زي ما اتفقنا ا ب 10 جتا سيتا و ا ج 10 جتا سيتا. طيب المساحه يا ترى بقى هتساوي ايه؟ انا افرضت ان زاويه ب بسيتا ا ب طبعا 10 جتا سيتا ا ج ب 10 جتا سيتا. المساحه نص حاصل ضرب ضلعي القايمه. يبقى نص في 10 جا سيتا في 10 جتا سيتا. طلعت 50 جا سيتا جتا سيتا. علقنا على دي في اول حل. احنا كده كده لازم نجيب بقى ميم شرطه.
ده عشان اعرف اكبر اكبر مساحه. طبعا احنا النهارده اتفقنا واتكلمنا عن ممكن لو هفاضل يعني يبقى هثبت حصل ضرب دالتين ممكن اختصر ديت لنص جهه 2 سيدا باستخدام القانون ده. يعني مثلا عثمان بيقول لنا ممكن نستخدمها حصل ضرب دالتين ونشتق عادي جدا، وممكن نلم جا سيتا جتا سيتا ونحط مكانها نص جا 2 سيتا اللي هتبقى 25 جا 2 سيتا. كده احنا جبنا المساحه بدلاله متغير واحد اللي هو سيتا. عايزين اكبر مساحه بقى نعمل ايه؟ نشتق كده. نشتق المشتق ميم فرطة بتساوي مشتقه الجا جتا مشتقه اللي جوه 2 تتضرب في 25 تبقى 50. اقول لك الخطوه الجايه ايه؟ تمام هنساوي المساحه ميم شرطة بصفر. كويس جدا. وبرضه هندردش كده. لا حاضر بس نكمل الاول. نكمل. مين شرطه بتساوي صفر؟ عشان نجيب اكبر عظمه قيمه عظمه او قيمه صفر. اتفضل. طيب هسال حضرتك بقى سؤال. 50 جتا 2 سيتا بتساوي صفر. طبعا 50 مش بصفر. تمام. اذا جتا 2 سيتا هي اللي بصفر. عظيم. طب جتا كام بصفر؟ في طبعا عندنا الزاويه 90 وعندنا مكافاتها وايضا ال 270 ومكافاتها. بس احنا لسه شغالين في مزله. صح. فبالتالي هناخد بس ان ال 2 سيتا بتساوي 90. 90 درجه. يبقى سيتا طلعت في النهايه ب 45. صح. اكبر مساحه بقى. ألف ب 10 جتا 45 وألف جيم 10 جتا 45 هي في نص هتطلع لها 25 سنتيمتر مربع. حضرتك بقى كنت عايز تقف في حته. انا عايز بقى حضرتك تعلق. لا 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 كنت عايز تقف هنا وتكمل الحل من هنا. من ممكن ازاي اجيب اكبر مساحه من الوضع ده؟ ممكن نرجع بس يعني مين عندك الخطوه دي مين بتساوي 25 جتا 2 سيتا؟ هقدر اجيب اكبر مساحه من هنا من غير ما اعمل التفاضل؟ طبعا. ازاي بقى؟ طيب هنفكرهم بمعلومه في اولى ثانوي. اتفضل. جا اي زاويه بتنتمي للفتره من سالب واحد لواحد. ده مداهن. مادة الدالة المثلثية بتجيب من سالب واحد لواحد. أكبر قيمة للجا واحد. فبالتالي جا 2 سيتا ديت أكبر قيمة لها واحد تتضرب في 25 تبقى 25. يعني وبالتالي أكبر مساحة هتكون 25. يعني دي بواحد أكبر حاجة ليها، يبقى إذا أكبر مساحة 25. تمام. بدون طبعًا ما نجيب المشتقة اللي هي 8 يبقى زاوية 90 ويبقى 45 نفس الحل. يعني مستر عثمان بيقول لك أنت ممكن الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك. في بقى النقطة الأخيرة. اتفضل يا سامح. يعني حضرتك اتفقنا وقلنا لو في مستطيل مرسوم داخل دايره. تمام. اكبر الرسم طب تاني. هنرجع تاني للاصل عشان السؤال اللي بعده بس. لا عشان عايز اقول حاجه فيها. ماشي ماشي معلش. لو رسمنا مستطيل داخل دايره اكبر مساحه المستطيل يا ترى هتاخد الشكل ايه؟ فعلا زي ما حضرتك قلت ان اكبر مستطيل بترسم داخل دايره هو مربع وهنثبتها دلوقتي، بس انا عايز ابص للمساله دي يا مستر محمد طالما سؤال اختيار متعدد. تعال نفكر مع بعض انا وانتوا بالبلدي كده يعني. احنا طبعا مش مطلوب مننا نتفاوض في سؤال زي ده. تمام. فبالتالي يعني اللي اقدر اعمله بسهوله ووقت قليل واجابه سليمه يا ريت اعمله. المثلث ده يا مستر محمد هو طول القاعده بتاعته 10 وارتفاعه اللي هو العمود المرسوم من الف على القاعده. طب بص يا مستر محمد. لا معلش ارجع تاني. ارجعه تاني حاضر. طول القاعدة 10 الارتفاع. بص يا مستر محمد قول لي لو انا نقطة ألف هنا الارتفاع ده أكبر ولا الارتفاع ده أكبر ولا الارتفاع لأعلى ارتفاع اللي هو نص القطر كامل؟ لو نقطة ألف بدأت تتحرك من النقطة دي. أيوه. كل ما تتحرك الارتفاع بيزيد. تمام. لحد ما توصل للنقطة اللي فوق الميم بالضبط. اللي هو نبقى نص قطر يعني. اللي هي نص القطر. تمام. وهيكون عمود يبقى ما هو طبعا الميم ألف بس هيكون عمود على البيه جيم. تمام. بعد كده تتحرك تاني الارتفاع بيقل. إذا أكبر ارتفاع لما يكون ده نص قطر. تمام. تمام. يبقى لما يكون الميم ألف هو نص قطر. طب تعالى نحسبها يلا. نص ده 10 والتاني 5 في 5 نص 25. الله ده نفس الاجابه بالظبط. ممتاز. هو مستر عثمان عايز يوصل لكم ان انت ممكن تجيبها ازاي. نقطه الف اعتبرها نقطه بتتحرك على القوس بتاع الدايره. طول ما هي بتتحرك تمام الارتفاع بيزيد لحد ما يوصل لاقصى قيمه له لما يكون هنا عند مقابل للميم او مركز النصف دايره. كل ما تتحرك بعدها الارتفاع بيقل، فبالتالي القاعده هتبقى ب ج ب 10 والارتفاع هيبقى بخمسة، وبالتالي اكبر مساحه نص ويبقى 10 5 مساوي الساقين زي ما حضرتك قلت، والمثلث مثلث متساوي للساقين. تعالى بقى على النقطه الثانيه. اتفضل يا استاذ محمد. اكبر مساحه المستطيل يمكن رسمه داخل دايره بيكون عباره عن مربع. تمام. طب لو عندنا بقى مثلث مرسوم داخل نصف دايره هيكون عباره عن مثلث قائم متساوي الساقين، كانك قسمت المربع نصين يعني. فبالتالي المثلث ا ب ج ده هيكون مثلث متساوي الساقين، فاقدر اجيب ا ب واقدر اجيب ا ج، وبالتالي اقدر اجيب مساحه المثلث. عظيم جدا. حلو قوي. نشوف بقى فكره اخرى. كده عشان انت المساله انا من يعني فيها حاجات كتير هي بتتقال بصراحه. سؤال مهم. ممكن حضرتك تعلق لنا برضو على ازاي الطالب يقدر يجيب يعني معلومه سابقه ويقدر يستخدمها في الامتحان، يعني خصوصا في الاشكال الهندسيه. تمام. يعني قبل ما نبدا في السؤال اللي جاي. تمام. لو الطالب مثلا جاله في الامتحان مستطيل مربع
متوازي اضلاع، هل لازم الطالب يكون عارف المحيط والمساحه ولو في مجسمات يبقى عارف الحجم ولا مش لازم؟ لازم 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 لازم. طب هل هي موجوده في كراسي المفاهيم؟ موجوده، جزء منها كبير، جزء منها موجود وجزء طبعا مش موجود. فخلينا دايما تبقى انت عارف القواعد بتاعت المساحات والحجوم للاشكال الهندسيه اللي سبق دراستها. السؤال اللي بعده حضرتك هتحله لنا بقى يا دكتور عثمان. نهايه س زائد 4 على س ناقص 2 لما س تقول لي ما لا نهايه اس س زائد 3. تمام. طيب هو هنا في طريقتين للحل، او في اربع طرق يعني، بس احنا هناخد اسهل طريقتين. الطريقه الاولى ان انا القانون عندي بتاع نهايه س راح ما لا نهايه اللي هي 1 زائد 1 على س اس س دي بتساوي العدد هي ده اولا. تمام. بس المنظر ده وجود السين فوق وجود السين تحت عامل مشكله في المساله. طب يعني اقترح على حضرتك اقتراح تقول لي صح ولا غلط. اتفضل. لو قلت نهايه 1 زائد 1 على س اس س لما س تقول لي ما نهايه بتساوي هي. تمام. لو غيرت الرمز س لعين نهايه 1 زائد 1 على عين اس عين لما عين تقول لي ما لا نهايه برضه هي. برضه هي. طب لو غيرتها المقدار نهايه 1 زائد 1 على ص زائد 5 اس ص زائد 5 لما ص زائد 5 تقول لي ما لا نهايه هي. يعني كل الفكره ان العدد لو حولته المقدار الناتج هيطلع هي. اتفضل حضرتك. السؤال ده في حل اولاني سهل وسريع جدا معظم الطلبه بتحاول تعمله، ان هو بيحاول يقسم البسط والمقام عشان يخلي 1 زائد على س. تمام. وبالتالي هنا يا مستر محمد هتبقى دي لما اقسم بسطا ومقاما على س فيبقى ده 1 زائد 4 على س. عظيم. وهنا 1 سالب 2 على س، اسف 1 ناقص 2 على س، الكل اس س زائد 3. والخطوه الجايه هجيب نهايه البسط ونهايه المقام لما س تقترب من ما لا نهايه. طيب هسال حضرتك برضه سؤال وحضرتك بتحل كده، نهايه 1 زائد 4 على س اس س لما س تقول لي ما لا نهايه، مش الطالب ممكن يعملها هي اس 4 على طول؟ على طول هي اس 4 برافو. نهايه 1 ناقص 2 على س الكل اس س لما س تقول لي ما لا نهايه. اه لازم تبقى دي، تبقى هي اس سالب 2. بالظبط، لان طبعا الاشاره موجبه فهتخلي السالب للبسط تبقى هي اس سالب 2. تعال نكمل حساباتها. طيب. هو عندي هي اس طبعا اس 4 3 دي مش هتاثر. مالهاش لازم. هي اس 4 على هي اس سالب 2 تطلع هي اس كام؟ هي اس 6. ممتاز، يبقى كده خلصت المساله. دي الطريقه الاولى، اتفضل الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه بقى بيحبوا الطلبه ان هو يحاول يخلي ده واحد يقسمهم على بعض. فينقص 2 ويزود 2 ويقسم ويقسم المقدار ويحلها. يعني ممكن يكتبها س ناقص 2 عشان تبقى شبه المقام وبعد كده اقسم. عشان يخليها واحد. وطبعا ممكن نستخدم برضه القسمه المطوله في ان انا احولها للشكل ده. تمام. طيب نشوف كده مع بعض الخطوه الاولى. اول خطوه هي كتبت س ناقص 2، يا ترى اكتب كام جنب السالب 2 عشان ترجع للاصل؟ انا اصلا ازود 2 وخلاص. يبقى ناقص 2 وزود 2 بقى دي 6. تمام. تعالى نقسم بقى س ناقص 2 لما ناخدها على س ناقص 2. واحد. وبعد كده زائد 6 على كام؟ س ناقص 2. طيب عظيم جدا، يبقى 1 زائد 6 على س ناقص 2 اس س زائد 3 لما س تقول لما لا نهايه. هنا بقى مقدار س ناقص 2. ده مختلف عن ده، مختلف عن ده، فانا عايز ده عكسه وهنا. تمام، يبقى احنا هنكتب هنا س ناقص 2 هتقول لما لا نهايه. قلنا س راح لما لا نهايه فس ناقص 2 تروح برضه لما لا نهايه. تمام، ممكن الطالب يعوض فيها؟ يعني بيقول س بتقول لي ما لا نهايه. يبقى س ناقص 2 ما لا نهايه ناقص 2 برضه هتدينا ما لا نهايه. ممتاز، طبعا حلو قوي. طيب نشوف كده الخطوه. حضرتك هنا 1 زائد 6 على س ناقص 2 اس س ناقص 2 زائد 5. تمام. عشان نخلي دي شبه ديت. خلاص ده هو ده. تمام. طيب بعد كده بقى الشرط هنا انا عدلته خليته كام؟ س ناقص 2 بتقول لي ما لا نهايه. ده تمام. ودي 1 زائد 6 على س ناقص 2 اس س ناقص 2. وهنا الاس 5 خليتها لوحدها. ماشي. دي خدت شكل النتيجه، يبقى الناتج ده هيساوي كام؟ هي اس 6. عظيم. طب ديت مفيش هنا في الاس متغير. تمام. هل ممكن نعوض تعويض مباشر؟ 1 اس 5 1 اس 5 بواحد وخلاص عليه. سيادتك لو عوضت تعويض مباشر هيظهر لك 6 على ما لا نهايه بصفر زائد 1 بواحد، 1 اس 5 بواحد، فبالتالي الناتج هيساوي هي اس 6 في 1 اللي هي تطلع بهي اس 6. مسألة حلوة قوي قوي ومهمة جدا. مهمة جدا طبعا. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل بيوضح منحنى الدالة دال، فإن العبارة الخاطئة فيما يلي، يعني كل العبارات دي صحيحة ما عدا واحدة بس فيهم خطأ. الاول هو اعطيني منحنى قدامنا يا دكتور عثمان. ده الداله دال. ده الداله دال. ولا دال شرطه ولا ايه؟ ولا دال شرطتين. دال نفسها. دي دال نفسها. هندردش مع بعض. اتفضل. الداله دي تزايديه. تمام. من سالب ما لا نهايه لحد الواحد. تمام. وتناقصيه. من واحد لاثنين. من واحد لاثنين مفتوح وتزايديه تاني. بعد الاثنين. طيب الداله دي محدبه الاعلى قبل الاثنين. تمام. ومحدبه الاسفل بعد الاثنين. ممتاز. سؤالي بقى، هل في نقطه انقلاب عند س بتساوي 2؟ لا شكلها مش انقلاب خالص يا مستر محمد. طيب اثبتها دلوقتي ان شاء الله. تعال نشوف مع بعض. استنى انت كده حلقت السؤال. انا بدردش فيها عشان مهمه. بردشه. طب هنا في قيمه ايه دي؟ دي قيمه عظمى. وديت؟ صغرى. تمام. انت كده خلصت السؤال. لا لا لسه هنرجعها تاني. طيب نقول تاني نشوف البدائل. طيب هنشوف البدائل. بس نقول الحته اللي قالها الدكتور عثمان الاول. قال عند الواحد في قيمه عظمى وعند الاثنين قيمه صغرى.
عند س بتساوي 2 نقطه انقلاب ولا لا؟ تعالوا ندرس بقى الاختيارات. طيب المنفرده له نقطه واحده حرجه فقط عند س بتساوي 1. هي عند س واحد فعلا في نقطه حرجه لان المماس افقي. بس في كمان نقطه حرجه ثانيه هنا عند الاثنين عشان الميل المماس غير معرض. ده الشرطه في غير معرض مش مظبوطه. يبقى بمعنى صح الميل المماس عند س بتساوي 2 غير موجود، المشتقه اليمنى واليسرى مش موجودين. سيادتك لو كنت كده رسمت مماس من جهه اليمين ومماس من جهه اليسار عند الاثنين، المماسين مش هينطبقوا على بعض. الميل مش متساوي. الميل مش متساوي. واضح ان الميل هنا موجب وهنا الميل سالب. بالظبط. مش قد بعض يعني. بالظبط. يبقى له نقطه حرجه واحده بس عند س بتساوي 1. لا. يبقى دي الاجابه الخطا. له نقطه حرجه عند واحد وعند اثنين. تمام. خلاص احنا عرفنا الاجابه الخطا ايه. نكمل بس نكمل الاختيار. له نقطه صغرى محليه عند س بتساوي 2. دي المفاجاه بقى. فعلا نقطه صغرى عشان عندها نقطه حرجه وبعدين ده اللي بتقل وبعدين بتزيد بعدها. تمام. يعني بمعنى صح في تناقص ثم تزايد. نقطه حرجه فعلا. طب ليس له نقطه انقلاب عند س بتساوي 2. دي المشكله. المشكله بقى نوع فيها ازاي الغلطه دي او يعني تاخد ازاي؟ لان انا شايف المنحنى محدب لاعلى قبل الاثنين ومحدب لاسفل بعد الاثنين، فبالتالي انا عارف ان دي نقطه انقلاب اللي هو محدب لاعلى. بينسى شرط المماس. ايه بقى شرط المماس؟ ان لازم يكون في مماس عند س بتساوي 2. في مماس عند س بتساوي 2. في مماس للشمال ومماس لليمين بس الميل مختلف. تمام. اذا لا يوجد مماس. لا يوجد مماس، او بمعنى اصح المشتقه الاولى غير موجوده عند س بتساوي 2، فما فيش عندنا مماس لان المشتقه اليمنى واليسرى ما بيساووش بعض. يعني احنا قلنا في عندنا نقطه الانقلاب المماس له ثلاث احتمالات. تمام. يكون افق بيساوي صفر او راسي وده مش موجود هنا ولا غير معرض او المشتقه اليمنى واليسرى ما بيساووش بعض ثابت او الميل ثابت يعني موجب او سالب. تمام. بالظبط. تمام. يعني يا صفر يا موجب او سالب من النهايه او له قيمه الميل. تمام. طب تمام. له قيمه عظمى محليه عند س بتساوي 1. دي سهله بقى، دي عظمى محليه فعلا لانها عندها ست شرطه بصفر وبتزيد وبعدين بيرجع بتقل. او بمعنى ادق احنا عندنا في مماس طبعا ايه؟ افقي. تمام. كويس جدا. حلو السؤال ده قوي. السؤال طبعا قراءه المنحنيات مهمه جدا في الامتحان، لازم يجي لك رسمه والرسمه تفهمها كويس جدا وعليها بعض الاسئله. السؤال اللي بعده بقى، اوجد معادله العمودي للمنحنى ص بتساوي 3 ه اس س عند نقطه وقاع عليه واحداثيها السيني بيساوي سالب 1. طيب انا استاذ محمد هسالك سؤال. طب عشان اوجد معادله العمودي محتاج منك حاجتين، النقطه وكمان الميل بتاع الميل. العمودي. انا فاكر حضرتك في امتحان في مراجعه الجبر قلت لي ازاي نجيب معادله المستوى. ايوه فندم. قلت لي نجيب النقطه ونجيب المتجه نون. أيوة. كانت هي سؤال الايه المقالي في امتحان الايه الجبر. ما حظهم بقى يا ترى. الله اعلم. يعني ممكن دي تبقى نفس النظام تاني. يعني تاني يا رب ان شاء الله. طيب انت قلت لي دلوقتي عشان نجيب معادله المنحنى يلزمنا حاجتين، اول حاجه النقطه. النقطه. تاني حاجه الميل العمود. طيب هل اقدر اكمل اجيب النقطه وانا عندي سالب س بس؟ لا طبعا. طب اجيب النقطه ازاي؟ كده فاضل لي الاحداث الصادر. طب اجيبه ازاي؟ نعوض عن السين للحصول على قيمه الصادر في نفس المعادله. في نفس المعادله. طب نعوض يلا. يبقى 3 ه اس سالب 1. يبقى 3 على ه. خلاص انت كده جبت النقطه اللي هي هتبقى سالب 1 و3 على ه. طب ازاي اجيب الميل بقى عشان نقدر نكمل؟ اول خطوه هنجيب المشتقه الاولى للداله. تمام. ده ميل المماس. ونعوض عن السين بسالب 1. كده انا جبت ميل المماس عند س بتساوي سالب 1. بعد كده نجيب ميل العمودي هنغير الاشاره ونخلي البسطه. ايه العلاقه بين ميل المماس وميل العمودي؟ حصل ضربهم بسالب 1 بس في حاله خاصه ان يكون واحد فيهم افقي والثاني راسي. هنا حصل الضرب ما بيساويش سالب 1 بس متعمدين. حاله واحده. حاله خاصه. ده حاله خاصه. يعني مثلا لو ميل المماس 2 على 5 يبقى الثاني سالب 5 على 2. تمام. يعني انا اول حاجه هشتغل واعوض بسالب 1 بيطلع لي ميل المماس. نجيب اجيب منه ميل العمودي. اللي هو اجيب المعكوس الضربي في نفس المعكوس يعني. الاثنين مع بعض. طب يلا بينا. طب نشوف كده. اول خطوه كده خطوه الاشتقاق مع حضرتك هي مصر عثمان. ص بتساوي ايه؟ عندي كانت ص بتساوي 3 ه اس س. تمام. عوضنا عن السين بكام؟ جبنا بسالب 1 فجبت النقطه اللي هي سالب 1 و3 على ه. ده كده نقطه التماس. عظيم جدا. ها؟ ميل المماس بقى. هي ه اس س تفاضلها كام؟ نفسه هي اس س برضو؟ هي اس س. ممتاز. خلاص او هي س في واحد يعني. تمام. خلاص يبقى انا كده جبت المشتقه. هعوض عن س بقى دي بسالب 1 اللي هي النقطه. طيب طلعت 3 على ه. ده ميل المماس. ده ميل المماس. ميل العمودي. اشقلب وغير الاشاره يبقى هي على 3 بالسالب. سالب هي على 3. سالب هي على 3. او سالب ثلث هي يعني. طيب جبنا ميل العمودي سالب هي على 3، عندي الميل وعندي النقطه، عايزين نجيب المعادله. حاضر. تمام. ص ناقص ص 1 3 على ايه؟ بتساوي الميل في س ناقص س 1. تمام. وممكن نكتبها ص ناقص 3 على ه على س ناقص سالب 1 بيساوي سالب هي على كام؟ على 3. سالب 3 يعني الاثنين صح. يعني عايز تقول ص ناقص ص 1 على س ناقص س 1 بيساوي الميل. بيساوي الميل زي الفل. تمام. اتفضل. طب نشوفها كده مع بعض. معادله العمود هي ص ناقص 3 على ه ص 1 على س ناقص سالب 1 يبقى موجب 1 بيساوي الميل اللي هو ميل العمودي طبعا. طب سالب هي على كام؟ على 3. وطبعا وهنكمل هنعمل مقص بديلي بقى ومقص براحتك انت بقى. دي معادله العمود. السؤال اللي بعده مهم جدا. ليه بقى مهم؟ يعني
اي طالب اما بيجي يحدد النقط الحرجه لمنحنى اي داله بياخد المشتقه يساويها بالصفر، وبينسى تماما ان من الممكن يكون عندنا المشتقه غير معرفه، ودي برضو ايضا من النقط الحرجه او المشتقه غير موجوده، فبينسى النقطه الثانيه دي قوي. لازم ناخد بالنا كويس جدا منها. انا حضرتك عايز تاكد بالمساله دي على ان النقط الحرجه نوعين، دال شرطه بصفر او صفر، وده شرطه غير معرفه. غير معرفه دي جت السنه اللي فاتت الحته بتاعت الغير معرفه دي. اه طبعا جت في الامتحان. اتفضل يا مستر محمد. هي دال س بتساوي ثلث س زائد الجذر التكعيبي لس تربيع. هو عايز ايه بقى؟ الداله التناقصيه لكل س بتنتمي النقط. عايز امتى الداله التناقصيه؟ طبعا. نعرف ازاي الداله التناقصيه واعرف ازاي الداله التزايديه؟ الداله التناقصيه بنجيب المشتقه الاولى ونبحث اشارتها. طب لو كانت ايه بقى؟ المشتقه الاولى لو كانت سالبه يبقى الداله التناقصيه. طب لو كانت موجبه؟ يبقى الداله التزايديه. نشوف كده يلا هنحل ازاي؟ نشوف. دال س بتساوي ثلث س زائد س اس 2 على 3. اه انت حضرتك شلت الجذر. اه معلش ارجع تاني اشوفه. هو الجذر التربيعي لس تكعيب. اه الجذر التربيعي لس تكعيب يبقى س اس 3 على 2. اس ما تحت الجذر خليته في البسط. اه تاني. وربه الجذر خليتها في الجذر التكعيب. الجذر التكعيب لس تربيع. اه الجذر التكعيب لس تربيع يبقى س اس 2 على 3. تمام. اس ما تحت الجذر 2. اه وربه الجذر 3. اه نقسمهم على بعض يبقى س اس 2 على 3. ممتاز. طب ده الداله خلاص اهي. ثلث س مشتقتها بثلث. هنا هنزل الاس ثلثين ونطرح من الاس واحد يبقى سالب ثلث. بقى الثلث زائد 2 على 3 الجذر التكعيبي لس. انا نزلت ده تحت يعني بالموجب وحولتها جذر تكعيبي. وحولتها يعني س اس سالب ثلث نزل تحت بس اس ثلث. ورجعتها بنفس الاسلوب اللي حضرتك قلته الجذر التكعيبي لس. طيب حضرتك هنا بقى يا مستر محمد عندك دال شرطه. تمام. انا محتاج منك حاجتين يا مستر محمد. امتى دال شرطه بصفر؟ او يعني بالمعنى ايه السين اللي بتخلي دال شرطه بصفر؟ تمام. لو موجوده هنساويها بصفر. اه تمام. وامتى دال شرطه غير معرفه؟ تمام. نعمل ايه بقى؟ مبدئيا احنا هناخد دال شرطه نساويها بالصفر وهنطلع منها قيمه سين اللي بتخلي المشتقه بتساوي صفر. ثانيا بقى ايه هي قيمه سين اللي تخلي المشتقه غير معرفه؟ ان المقام ده يكون بصفر، فبالتالي عند السين بتساوي صفر دال شرطه سين هتكون غير معرفه، ودي نقطه حرجه سيادتك بتنساها فمهمه جدا. ممتاز. يعني انا حضرتك بتقول حته في منتهى الاهميه، الصفر ينتمي للمجال، اقدر اعوض في الداله الاساسيه بالصفر، بس الصفر في المجال في دال شرطه ده ينتمي. تمام. لانه عوضت هنا يبقى 2 على صفر غير معرف. تمام. وبالتالي دي نقطه حرجه من قبل ما احل المساله اقدر اقول عليها موجوده معايا. دكتور عثمان بيأكد على فكره ان مجال الداله اللي كان قدامنا كم ح، فبالتالي الصفر موجود في مجال الداله الاصليه، فاحنا لما نجيبنا المشتقه طلع الصفر بيخلي المشتقه غير معرفه، يبقى ده نقطه حرجه لانه موجود في المجال، وبالتالي احنا خلاص عرفنا دلوقتي نقطه بديهيا عند س بتساوي صفر المشتقه غير معرفه. طب لما ناخد المشتقه بقى ونساويها بالصفر. تمام. هنضرب يعني ممكن نضرب الطرفين في 3 جذر التكعيبي واعمل كروس ملتيبلكيشن، يبقى الجذر التكعيبي لس زائد 2 بتساوي صفر، طلعت الس في النهايه بتساوي سالب 8. بعد ما جبت السين طلعت بسالب 8، انا نقطة حرجة، في نقطة حرجة تانية؟ اه، زي ما اتفقنا قلنا في نقطة حرجة تانية عند الكام؟ عند الصفر. نحطهم بقى على خط الأعداد ونبحث الإشارات، طلعت هنا تزايد، تناقص تزايد، يبقى الدالة التزايدية في الفترة من سالب ما لا نهاية لسالب 8. بس يا مستر محمد عايز أعرف إزاي بيحس الإشارة للدالة دي لأنها صعبة شوية. تمام. عملت إيه؟ بصوا يا شباب، أنا عندي دلوقتي النقاط الحرجة سالب 8 وصفر. أختار رقم قبل السالب 8. أي رقم؟ اعوض بفين؟ واعوض بفين المشتقه؟ دال شرطه س. ليه المشتقه؟ احنا بنبحث اشاره المشتقه. اه تمام تمام. انت طبعا يعني هو مستر عثمان حافظ الطلبه غلطت فيه قبل كده في امتحان الثانويه العامه. يعني هو بيلفت نظرك ان الطالب بيجي ياخد رقم قبل السالب 8 بينسى وبيروح يعوض في الداله الاصليه. ما بيعوضش في المشتقه، ويعمل حسابك الاخطاء اللي سيادتك بتقع فيها معمول حسابها في الاختيارات. يعني الخطا المتوقع حدوثه محطوط في الاختيارات. وده طبعا حصل في الجبر. يعني انا جاي اشتغل ايه؟ انت جاي تشتغلي ايه؟ انا جاي ادرس اشاره الداله. تمام. اشاره الدال شرطه. شرط مش شرط. اشاره الدال شرطه، فعوض في الدال شرطه عشان ادرس اشارتها. تمام. عايز اجيب نقطه يبقى عوض في الداله الاساسيه. تمام. في فرق بين دي وبين دي. طيب هعوض مثلا يا مستر محمد بواحد. ماشي بعد الصفر هنا الاول. صفر نشوف كده. يعني المشتقه هنا ثلث زائد 2 على 3. لا موجب يا مستر محمد. خلاص. عوض بسالب 10 مثلا يلا الناحيه دي. هتطلع لنا بالنسبه. سالب 27 عشان يبقى سالب 27 هتبقى ثلث. زائد 2 على 3 في سالب 3 طلعت بموجب. تمام مستر محمد. هنعوض بسالب 1. بسالب 1 يبقى ثلث ناقص 2 على 3 طلعت بسالب ثلث يعني سالب. اه يبقى هنا بقى اذا الداله التناقصيه من سالب 8 مفتوحه لصفر مفتوح. لصفر مفتوح. انا باكد على دي. فكره ان النقط الحرجه في بينها صنفين نوعين بناكد عليها مهمه جدا. ده دال شرطه بصفر او دال شرطه تكون غير معرفه. تمام. شكرا يا مستر محمد حلو قوي السؤال. شوف السؤال اللي بعده. حاضر.
اذا كانت الدال داله زوجيه متصله على ح، والتكامل من سالب 3 ل 3 للداله الف زائد دال س، دال س بتساوي 30، ده التكامل كله. فاوجد فان اسف وكان كمان تكامل من سالب من صفر لسالب 3 للداله دال س ذات نفسها بتساوي 6، فان قيمه الف دي بكام؟ سؤال حلو قوي السؤال ده يا مستر محمد. تمام، هندردش مع بعض في الزاويه دي. اتفضل. يعني هطرح على حضرتك اسئله الطالب يركز معانا فيها. اتفضل. لو داله فرديه. تمام. وهنجيب لها تكامل من سالب الف لالف هيساوي كام؟ اه دي بصفر. تمام. تمام. بس هي ليها حاجه مهمه برضو يا مستر محمد. تمام. لو كانت من سالب الف لصفر مثلا بخمسه، يبقى من صفر لخمسه هي بسالب خمسه. معكوس الجمع. من صفر لالف او الثاني. الداله الفرديه من سالب الف لالف تكاملها بصفر. تمام. سلاحظ بقى ان التكامل بتاعها لو كان من سالب الف لصفر ب 100 يبقى تكامل من صفر لالف بسالب 100. تمام. او لو كان هناك بسالب 100 يبقى هناك 100، فمجموعهم بيدينا صفر. تمام. تمام. عظيم جدا. ده لو فرديه. ده لو فرديه. لو داله زوجيه تكامل من سالب الف لالف ممكن نقول ان هو بيساوي 2 تكامل من صفر للالف. او من سالب الف لصفر. او 2 تكامل من سالب الف لكام؟ صفر. حلو قوي. طيب. نشوف الداله اللي قدامنا. يلا. هو قال الداله دي داله زوجيه. تمام. واعطيني المعطى الجميل ده وعايز يحسب منه قيمه الالف، بس اداني المعلومه دي. حلو قوي. دي هنقف عندها بقى. تكامل من صفر لسالب 3 الداله بيساوي 6. والداله دي داله زوجيه. طب انا بمسك اول جزئيه بس، ممكن اقعد دي شويه اكلم السؤال الكبير. تمام. لو انا حبيت ابدل هنا يا مستر محمد. نغير الاشاره. اه يعني من ب لالف تكامل مثلا بقيمه. لو خليتها من الف لبيه اغير الاشاره يبقى اشاره سالب. خلاص يعني من سالب 3 لصفر دي بسالب 6. عظيم. خلاص شيلها على جنب دي. يبقى دي من صفر لسالب 3 بتساوي 6، يبقى من سالب 3 لصفر بتساوي سالب 6. طيب امسك هنا بقى يا مستر محمد. طيب هي الداله دي داله زوجيه؟ دي داله زوجيه. يعني من سالب 3 لصفر بستة بسالب 6؟ تمام. اذا اقدر اقول لك بقى من صفر ل 3 بسالب 6. سالب 6 بالظبط. يبقى سالب 3 ل 3 بسالب 12. اه يعني سالب 6 بسالب 6. ممتاز. حلو قوي. طب اعمل ايه هنا بقى في دي؟ هنوزع التكامل على الدالتين دول. التكامل توزع على عمليه الجمع. تمام. او طرح. تمام. يبقى تكامل ألف من سالب 3 ل 3 دال س. ايوه. طبعا مش هنقفل دال س. تمام. وتكامل الداله دال من سالب 3 ل 3 دال س بتساوي 30. خلاص حضرتك دي سالب 12. طيب نشوفها كده مع بعض بالتفصيل اهي. بس انا المشكله عندي بقى الالف دي هيحصل فيها ايه اثناء التكامل بقى؟ هياخدوا بالهم دلوقتي. اتكى بقى يا مستر محمد. ان شاء الله هياخدوا بالهم منها. تكامل من سالب 3 ل 3 ألف هتبقى ألف س لانها تعتبر ثابت. تكامل الثلاثة بثلاثة سين، تكامل الأربعة بأربعة سين، تكامل الألف يبقى ألف سين، وحدود التكامل من سالب ثلاثة لثلاثة. طب تكامل دال سين من سالب ثلاثة لثلاثة وهي زوجية. ممكن نقول من سالب ثلاثة لثلاثة، وممكن نقول 2 من سالب ثلاثة لصفر. اللي كانت عندي يعني. اللي هي كانت موجودة عندي، دي قيمتها كام؟ سالب ستة. قيمتها سالب ستة. طيب، هنعوض هنا عن السين بثلاثة يبقى ثلاثة ألف. ونعوض عن السين بسالب ثلاثة ونطرح يبقى سالب ثلاثة ألف. تمام. أنا دي طلعت بسالب ستة، في 2 يبقى سالب 12. بقت معادله عاديه جدا وقدرت بانها اجيب قيمه الالف. سؤال لو كان الف فرديه بقى يا دكتور مصطفى. يبقى من سالب 3 ل 3 بصفر. تمام. يعني بصفر وخلاص. يعني الداله دال س من سالب 3 ل 3 كانت هتبقى بصفر. بصفر. كان هيبقى الجزء الاولاني ده بس اللي موجود. تمام. كان يبقى 6 بتساوي 30 وتبقى الالف بتساوي 5. 30 على 6 فيها الخمسه. مش محتاج بقى للجزء الثاني. تمام. تمام يا مستر. كويس جدا. حلو قوي. السؤال اللي بعده رائع. حلو ده انت تحله بقى. ماشي. اذا كانت ص بتساوي ج 4 س حيث ص شرطتين على ص زائد ا تربيع اكبر من او يساوي الصفر، فان ا دي تنتمي لاني فتره؟ تمام. اتفضل يا مستر. في البدايه هو عاطيني ص بتساوي ج 4 س، ده المعطى الرئيسي. واداني معطى جميل جدا، قال ان المشتقه الثانيه على الداله الاصليه زائد ا تربيع اكبر من او بيساوي صفر. احنا محتاجين نجيب المشتقه الثانيه. هنجيب مع بعض يا مستر عثمان المشتقه الاولى. اول خطوه اجيب المشتقه الاولى. تمام. مشتقه كمان مره. ج 4 س تفاضلها كم يا مستر محمد؟ مشتقه الجا جتا ومشتقه الزاويه 4 يبقى 4 جتا 4 س. يعني الجا تبقى جتا. تمام. ثبت الزاويه زي ما هي. تمام. يبقى جا يبقى جتا اسف 4 س في 4 ب. في طلبه بتغلط وتكتب جتا س تجيب المشتقه وتغير الزاويه دي ممنوع الاضطراب. تمام. ما فيش حد يقرب لها خالص. الزاويه بتتكتب زي ما هي يبقى جت 4 س وبره مشتقتها اللي هي 4. طيب. طب ست شرطتين. تاني الجتا بقى تفاضلها ايه؟ سالب ج وثبت الزاويه واضرب في مشتقتها. الزاويه هتتكتب زي ما هي 4 س. يبقى سالب ج 4 س ومشتقتها 4 4 في 4 وفي سالب يبقى سالب 16. انا شكلي فاكر كان المقدار هنا ست شرطتين على ص. ست شرطتين على ص زائد ا تربيع اكبر من او بيساوي صفر. تمام يا فندم. نعوض بقى في عن ست شرطتين. ست شرطتين بسالب 16 ج 4 س. تمام. وصاد شرطة بأربعة وصاد جا 4 س. تمام. زائد ألف تربيع. الجا 4 س مع الجا 4 س ضاعت. بشرط إن السين طبعًا مش بصفر ولا 180 ولا كام؟ طبعًا هنا بشرط إن الزاوية ما تخليش المقام بصفر.
تمام. سالب 16 زائد ألف تربيع أكبر من أو بيساوي صفر، يبقى ألف تربيع أكبر من أو بيساوي 16. الأعداد اللي مربعاتها أكبر من أو بيساوي 16 هي الأعداد الأربعة والأكبر منها والسالب أربعة والأقل منها. يعني الخمسة والسالب خمسة مثلا، أربعة ونص وسالب أربعة ونص. فبالتالي احنا هناخد كل الأرقام بس ما عدا اللي ما بين السالب أربعة وأربعة. تعال نقولها بطريقة تانية مثلا. تمام اتفضل. هجيب الجذر التربيعي للطرفين. تمام. تفتكر جذر ال 16 بكام؟ هتبقى دي بأربعة والتانية مقياس. أيوه أنا عايز أسمع دي. طيب. فجذر التربيعي لألف تربيع تساوي مقياس ألف. مقياس ألف بأربعة أكبر من أربعة زي ما خدنا في سنة ثانية. تبقى متباينتين. يبقى متباينة أو اللي هي كل الأعداد ما عدا من سالب أربعة. هتبقى الأكبر من أو بيساوي الأربعة واللي أقل من أو بيساوي السالب أربعة. تمام. بس هو أنا دايما بحب أقول. سؤالي بقى. اتفضل. لو كانت أقل من 16. هنقول يا حاضر تمام. معلش يا مستر محمد. لو كانت ألف تربيع أقل من أو بيساوي 16. إيه الأعداد اللي مربعاتها أقل من أو بيساوي 16؟ اللي ما بين السالب أربعة وأربعة. والسالب 4 ولا 4 كمان معنا عشان في ايه يساوي، فهتبقى الفتره المغلقه من سالب 4 4. نقول ايه ثاني يا مستر محمد؟ يعني لو ا تربيع اصغر من او يساوي 16 اجيب الجذر التربيعي للطرفين، حط مقياس الجذر التربيعي ا تربيع بمقياس ا. تمام. اقل من او يساوي 4. تمام. طب مقياس ا اقل من 4، افك المقياس ازاي؟ تبقى ا اكبر من او بيساوي سالب 4 واقل من او بيساوي 4. ده رد كده متباينه. تمام. هايله. والثانيه طبعا هتكون اكبر. طيب يبقى هنا قيمه ا بتنتمي لها ما عدا الاعداد اللي ما بين السالب 4 و4 اللي هي الفتره المفتوحه من سالب 4 ل 4. وانا برضو اقدر اجرب الاعداد، يعني انا هجرب مثلا صفر مثلا، هل صفر تربيع اكبر من 16؟ لا. واجرب لحد لو انا حتى مش عارف احل المتباينه اجرب الارقام الموجوده. عشان كده وانا كنت بقولها من شويه كنت بقول ايه؟ كنت بقول ايه الاعداد اللي مربعات اكبر من 16؟ صح. قلت الخمسه والسالب خمسه، السته والسالب سته، جرب. الاربعه والسالب اربعه هينفعوا لان في يساوي، طب الثلاثه؟ ما تنفعش لان مربعها 9 مش اكبر من 16. فبالتالي كل الاعداد معانا بس ما عدا اللي ما بين السالب 4 و4. تمام يا مستر محمد. اتفضل نشوف السؤال اللي بعده. وده فيه معلومه مهمه حضرتك هتحله لنا بقى كده جامده انت. حضرتك الفت نظر ومنديل. د س بتساوي 2 ناقص جتا باي على ز س، فان د شرط س بتساوي. انا مشكلتنا في المساله دي يا مستر محمد، المشكله اللي ممكن تحصل، يعني انا حاجه فاضلها اقول ايه مربع المقام، وبعدين مشتقة المقام مشتقة البسط البسط في المقام وهكذا، مشتقة البسط مشتقة المقام في البسط. تمام. بس انا مشكلتي هنا اما اجي فاشتق ده الاثنين طبعا بصفر. تمام. المشكله بقى جتا باي دي تفاضل هيبقى بكام؟ برضه بصفر. ليه بقى؟ لان ده ثابت. مش دي جتا؟ لا بس دي جتا باي، جتا 180 بسالب 1. ايوه. هتبقى بكام؟ بصفر. ما فيهاش س يعني، اذا نمت متغير. دي بقى بنحذر منها لان سيادتك بتيجي في الامتحان تروح تشتقها. هي دي مش جتا س. وفي نفس الوقت كمان بتيجي في التكامل، يعني ممكن اقول لك تكامل جتا باي، جتا مثلا باي على 3، سيادتك بتعتبرها لي جتا وتكاملها ومش عارف ايه جا، ده كان غلط طبعا، ده جتا باي على 3 اللي هي جتا 60 بنص، يبقى التكامل بتاعنا يبقى نص س. يعني قصدي حضرتك تقول ان جتا باي دي بسالب 1. بسالب 1. عدد ثابت يعني. بالظبط. و2 سالب سالب 1 يعني 2 ناقص سالب 1 معناها 2 زائد 1. 3. يعني 3 على زتا. ممكن نبسطها اكتر. يا ريت. الزتا ممكن نطلعها فوق بايه؟ بظا. بمعكوسها الضربي يعني اللي هو اسمه ايه؟ ظا. يعني كل ده يبقى ظا س. دي افكار الامتحانات يا مستر. تمام يا مستر محمد اتفضل. الاسئله في الامتحانات بتيجي بنفس الشكل ده، الموضوع بسيط وسهل. طب استنى بس. بقى. لا مش هبص الحل. ماشي. حاضر. طب استقلي بقى يلا 3 3 ظا س من غير ما ابص. ها. طب ظا تفاضلها ايه؟ الظا مشتقتها ق تربيع. تمام. مضروبه في 3 يبقى 3 ق تربيع. فين اهو؟ الاختيار الثاني. خلصت المساله. من غير ما نمسك ورقه وقلم. ممتاز. طبعا في نقطه لازم تبقوا عارفينها، ان في اسئله في الامتحان بتقيس الفهم. في اسئله انت ممكن ما تمسكش الورقه والقلم وتحل. سيادتك المقياس بتاع العددين في امتحان الجبر 4 في 5 ب 20 على طول، الساعه الاساسيه جبتها على طول مباشره بدون ما تمسك القلم، يعني انت اصلا ليك مجموعه من الاسئله المباشره في الامتحان تقدر تحلها بسهوله. يعني قصدي حضرتك تقول ان في هدايا في الامتحان. طبعا. فلو سمحت تقبل الهديه. بالظبط. اتفضل يا مستر محمد. هنقبل الهديه ان شاء الله. ان شاء الله الامتحان سهل. ان شاء الله. د س بتساوي 3 على ز س، يعني بتساوي 3 ز س. مشتقة الظا طبعا زي ما اتفقنا ق تربيع، يبقى المشتقة طلعت بتساوي 3 ق تربيع. السؤال اللي بعده. إذا كان الجسم الناشئ من دوران المنطقة المظللة دورة كاملة حول محور السينات يساوي 12 باي وحدة مكعبة، وحدة حجم، فإن كاف بتساوي كام؟ عايز أعرف الكاف دي بقد إيه؟ طيب هو يا مستر محمد إذا أجيب حجم الدوران الجسم الناشئ من الدوران أجيبه إزاي؟ قانونه إيه؟ حول محور السينات يعني. تمام. إحنا في عندنا نوعين. في دوران حول محور السينات ودوران حول محور الصدام. اتفضل. لو هدور ده حوالين محور السينات يبقى الحجم بيساوي باي تكامل ص تربيع د س، ونكتب حدود التكامل من ايه؟ من س1 لس2.
طب لو حوالين محور الصاد العكس هتبدل لي سين مكان الايه مكان الصاد، يبقى سين باي تكامل سين تربيع ده الصاد، ده الصاد تمام، وتبقى من صاد واحد لصاد اتنين. بس انا اللي عندنا هنا حوالين محور السينات، هنا هندور حوالين محور السينات، ده منحنى صاد بتساوي جذر سين. المنطقه المظلله انت هتدورها حوالين محور السينات من واحد لكام، واعطيني الحجم 12 باي. كل الاسئله اللي احنا متعودين عليها ان انا بديك منحنى وانت بتجيب الحجم، لا احنا اعطيناك المره دي الحجم وطالب منك متغير او قيمه مجهول اللي هي الكاف. يعني حجم الجسم ده بقى هنا الدوراني ده هيساوي باي، حاضر تمام، تكامل من واحد لكاف ص تربيع د س تمام. طب ممكن اعوض عن ص تربيع بحاجه ثانيه؟ جذر س ايوه، الصاد بتساوي جذر س، يبقى ص تربيع هتساوي س على طول. طب نشوف يعني كده، هنا الصاد بتساوي جذر س زي ما قال مستر عثمان، ص تربيع تبقى بتساوي مباشره س عشان نخلي التكامل بدلاله المتغير س. يبقى اول حاجه عندنا الحجم 12 باي، طب ده بيساوي ايه؟ فوق الحجم بقى الحجم، ايوه قانون الحجم هو باي تكامل ص تربيع د س من واحد لكاف وساويت ال 12 وساويتها ب 12 باي تمام. الباي ضاعت مع الباي تمام، وهنشيل الص تربيع ونحط مكانها س، لان الص بس بتساوي جذر س فص تربيع بتساوي س تمام. هنكمل بعد كده السين تبقى نص س اس واحد نزود على الاس واحد يبقى 2 ونقسم على الاس الجديد اللي هو 2 يبقى س تربيع على 2 وحدود التكامل من واحد لكاف بتساوي 12. تعال نعوض عن السين بكاف، يبقى كاف تربيع على 2 نعوض عن السين بواحد يبقى واحد تربيع على 2 اللي هي بواحد على 2 بتساوي 12. معادله عاديه جدا اقدر اجيب منها قيمه الكاف، طلعت 5 كاف تربيع ب 25 كاف بموجب او سالب 5، بس هو جايب لي قيمه الكاف على يمين الواحد من واحد لكاف يبقى نختار الكاف ب 5 ولا بسالب 5؟ لا ب 5 بقى، نرفض الحل السالب وتاخدوا بالكم من الملحوظه دي. طيب السؤال اللي بعده، اذا كانت ص بتساوي لوغاريتم من الاساس ه لجذر س فان تفاضلي ص بتساوي كام؟ التفاضلي ده اللي هو بيسموه ديفرنشال يعني منسي تمام، كل طلب تنساه. انا بنسذف نفسي بس هقول لحضرتك بقى، لو قلت لك مثلا دال بتساوي صاد فعايز اجيب التفاضل، اصل صاد بتساوي قيمه معينه فدال صاد بتساوي ايه قانونها؟ دال صاد او تفاضل صاد بيساوي صاد شرطه في دال س. هاي ده اللي انا عايز اقوله تمام، عند صاد بتساوي قيمه معينه فان دال صاد بتساوي صاد شرطه دال س، يعني هنجيب المشتقه ونضربها في دال س زي ما كنت بعمل في عمليه التعويض عملناها من شويه بالظبط. مثلا لو عندي س تربيع بتساوي 5 ص تربيع عايز اجيب التفاضلي للناحيتين، هو ده بنفاضل الطرفين بنجيب الايه المشتقه ونضربها في دال س. س تربيع تبقى يبقى 2 س دال س و5 ص تربيع تبقى 10 ص دال ص، هو ده اللي عايزه. طب احنا عندنا ص بتساوي لوغاريتم ج س للاساس س، احنا محتاجين نجيب تفاضلي ص، يبقى تفاضلي ص بيساوي ص شرطه في دال س. طب يعني احنا محتاجين نجيب المشتقه ديت ونضربها بكام؟ في دال س. يبقى اقول هنا التفاضلي معناه دال ص فقط. تمام. طب هنا بقى ممكن نشتق ده ج س بالنسبه لهي؟ طب نشوفها مع بعض. اشتقها ازاي يا مستر محمد اللوغاريتم؟ اللوغاريتم بنجيب مداخل اللوغاريتم مكتوب في المقام. تمام. وفي البسط مشتقة مداخل اللوغاريتم. يعني دال شرطة على دال يعني. بالظبط. طب قبل ما نبص الحل، هو ج س تفاضلها ايه؟ جتا. وتحت؟ هنكتب ج. ثبتها. طب جتا على ج؟ زطا. طب نشوف كده يلا. طب نشوف. في البداية. مش هننسى مين؟ طبعا مش هننسى دال س. الله يفتح عليك. ص بتساوي لوغاريتم ج س للاساس س. تفاضلي ص ده بيساوي ص شرطة دال س، يبقى المشتقة لوغاريتم مشتقة لوغاريتم ج س للاساس س مداخل اللوغاريتم كتبته في المقام اللي هو جا، مشتقة مداخل اللوغاريتم في البسط اللي هو جتا، جتا على جا اسمها زطا، يبقى زطا س دال س. تمام. يعني حضرتك لما اشتقت دالة لو اللوغاريتم عندي فيه دالة فاشتقاق الجزء ده انسى اللوغاريتم خلاص واحط فوق دال شرطة على دال. تمام. ثبتت الدال تحت اللي هي جا س. جا س. وثبت فوق وده فضل مشتقة فوق بجد جتا وحطيت هنا دال س. وكلمة تفاضلي الصاد دي ممكن عايز اعوض عنها بحاجة احسن شوية، ممكن اكتب دال صاد. دال صاد على طول. طبعا. يبقى دال صاد بتساوي زطا س دال س. انا اتعمدت ان اكتبها لكم كده عشان تفتكروها بس. تمام. تفتكروا تفاضلي. تفاضلي. بالانجلش هي ديفرنشال. بالظبط. ماشي تمام. السؤال اللي بعده سؤال نهايات ايضا. حاضر اتفضل. نهاية 3 اس 2 س ناقص 1 على جا س لما س تقول للصفر. وعندي مجموعه من الاختيارات. هو قانون ايه يا مستر محمد الداله هنا بتاعت النهايه؟ هنا الاساس هنا 3 3. احنا لو عندنا الاساس ها الناتج بيطلع واحد. هنا الاساس عدد بنكتب اللوغاريتم. طب هقول لحضرتك حاجه لو سمحت لي. طب لو عندي نهايه س رايحه لصفر وهنا ا اس س ناقص 1 على س يطلع بالحل بكام؟ الناتج ادينا لا ا اس س ا اس س ناقص 1 على س هتبقى لوغاريتم ا للاساس ه. ممتاز. لوغاريتم الاساس اللي موجود عندنا هنا ما عنديش تحت س، انا عندي تحت جا س فدي مشكله عندي، وكمان هنا زاويه اسمها 2 س من س. اعمل ايه؟ احنا هندردش كده في اللي واقف قصادنا. يعني مستر عثمان قال الاساس هنا 3 ما هوش ه. الحاجه الثانيه قال لي في المقام جا س من س. الحاجه الثالثه الاس 2 س برضه من س. ما هنعمل ايه؟ طيب احنا ممكن نظبط الجا س دي نبعدها
ظبط ونحط في المقام هنا سين ونضرب في سين بسطا ومقاما. نعمل حلقه وصل يعني نحط هنا سين في المقام وسين فين في البسط. بريدج يعني انقل الجسم الناحيه الثانيه واحط اقسم على سين وسين كان عشان كوبري احطها على كوبري كوبري احطها على الصوره اللي انا عايزها تمام. والاثنين سين اللي في الاس في المقام عندي سين اضربها في اثنين واضرب بره في اثنين. لا وريهاني عشان انا كده طيب. عشان اقدر افهمها. اول خطوه معانا تمام ثلاثه لا. 3 اس 2 س ناقص 1 خليت مقامها 2 س. اه انت نقلت جسم الناحيه هنا اهو وحطيت هنا 2 س وهنا 2 س وهنا دي شبه دي عشان الاثنين دول يضيعوا مع بعض. طب ممكن تمام اقول حاجه بس اتفضل. يعني حضرتك عايز توصلني للصوره ا اس س او ا اس ص او ا اس 2 س ناقص 1 على ا على س ا اس س ناقص 1 على س تبقى لوغاريتم ا تمام الاساس هي للاساس هي ا اس 2 س ناقص 1 على 2 س برضه تبقى لوغاريتم ا للاساس هي مش هتتغير تمام. اتفضل يعني أسمع. دكتور عثمان بيقول لكم ايه 3 اس س ناقص 1 على س النهايه هتساوي لوغاريتم 3 الاساس هي 3 اس ص ناقص 1 على ص يبقى لوغاريتم 3 الاساس هي 3 اس 2 س ناقص 1 على 2 س نفس الطريقه لوغاريتم 3 للاساس هي. خلاص دي اول واحده. طب دي بقى بكام؟ ثانيه ثانوي نهايه 2 س على ج س دي مباشره بتساوي 2 اللي هي القاعده الرئيسيه 2 على 1 يعني 2 على 1. في طالب بيقول لي ممكن اقسم انا بسطا ومقاما عشان تاخد شكل القاعده الثانيه على س 2 س على س فيها الاثنين والمقام نهايه ج س على س فيها الواحد فبالتالي الناتج هيدينا 2. يعني حضرتك ربطتني هنا في المساله دي ما بين الداله الاسيه والداله المثلثيه ونهايه الدوال المثلثيه. ممكن اقول لك حاجه بقى ثانيه؟ اتفضل. اقترح عليك اقتراح ثاني للحل. طب ممكن نرجع للصفحه اللي قبلها؟ ممكن اخلي دي 9 اس س ينفع. طب يحصل ايه في الحل بقى في اللحظه دي؟ طيب. حتى الناحيه الثانيه هنا 9 اس س ناقص 1 على ج س. ركز بقى كده معايا كل اللي هعمله. انا عندي هنا 9 اس س ناقص 1 هخلي في المقام س لان الاس بتاعي اصبح س. تمام. فهنعمل حلقه الوصل او الكوبري بتاعنا نكتب هنا س ونكتب هنا س ونكمل الحل. طب هل الحل ده هو الحل الثاني؟ طبعا هو الحل الثاني. الناتج هيطلع لوغاريتم 9 للاساس هي في واحد. خلاص اهو. اللي هو لوغاريتم 9 على الاساس. حلو قوي. تمام. بس في حل ثالث انا عارف انك مش بتحبه. بس يعني معلش اسمح لي يعني. حاضر. قال في حل ثاني للمساله. طبعا باستخدام هو طبعا في حاجه لا منهجيه مش موجوده عندنا في المنهج. ايه هي بقى؟ لوبيتال. قاعده لوبيتال يعني. طبعا في لوبيتال. ايه بقى لو هي صفر على صفر اعمل ايه في لوبيتال؟ بتجيب مشتقه البسط وبتجيب مشتقه المقام وتعوض. تمام. بس طبعا القاعده دي بيبقى لها بعض المشاكل ان انت ممكن تجيب مشتقه البسط ومشتقه المقام ترجع مره ثانيه صفر على صفر. لازم تكون مستخدمها مره ثانيه. لازم تكون مستخدمها بكفاءه. فلازم تكون فاهم القاعده كويس قوي عشان تقدر تستخدمها. في بعض الطلبه يا مستر محمد بيحل السؤال ده بالاله الحاسبه. طبعا عارف ان حضرتك برضه ضد الحته دي. طبعا. بس لو قلنا يعني لو اتزنق في الوقت قوي ازاي يعملها الاله الحاسبه؟ ايه الاحتياطات هنا؟ هو طبعا فكره الاله الحاسبه هو انا بتكلم مع مستر عثمان هو انا بشوف ان في بعض التمارين ممكن ما تطلعش من الاله الحاسبه. يعني في بعض المسائل ما تطلعش معاك من الحل يعني ما تعتبرش دي قاعده مثلى للوصول للحل. طيب تمام. طيب ممكن سيادتك بقى توضح لهم ازاي تستخدم الاله الحاسبه في السؤال. اولا كل السين هنا بوجود ج س لازم تكون السين بالدائري. تمام. حاجه ثانيه عايز عدد يقترب من الصفر يا مستر محمد واثبته ممكن يكون كام؟ ناخد اي رقم يعني ناخد علامه صفر مثلا ارقام كتيره ونكتب صفر 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 واحد. واحد. خلاص واعوض بقى عنها بالاله ويطلع الحل. تمام بالظبط. وجرب طبعا مين في الاجابات اللي تحت في الاختيارات. تمام تمام شكرا. السؤال اللي بعده اذا كان ميل المماس لمنحنى الداله عن الاظهر دي اللي احنا شفناها من شويه من البدايه ميل المماس يعني عندي منحنى الداله واداني ميل المماس عند اي نقطه دي هتتحول لمحطه المنحنى. طيب ماشي اذا كان ميل المماس لمنحنى الداله ده سؤال ثاني عن نفس الفكره عند اي نقطه عليه اسمها س قصاد يعطى بالعلاقه ده الميل وحتى قوسه اداني بيساوي ده قصاد س. تمام. وكان المنحنى يمر بنقطة الأصل، مين هي نقطة الأصل دي؟ صفر وصفر. يعني السين بصفر وصاد بصفر، فإن صاد زائد ظا صاد بتساوي كام؟ حاضر. تمام. نعمل ايه يا مستر محمد؟ هو في البداية أعطيني هنا ميل المماس أو المشتقة الأولى وطالب معادلة المنحنى، يبقى سيادتك هات كامل عشان تجيب معادلة المنحنى. لحظة وأنا هجيب السؤال. أعطيني عندي ميل المماس وطالب مني معادلة المنحنى، ده لصاد ده لسين. نكملها بالنسبة لسين عشان أحصل على معادلة المنحنى. طيب. أتت الصفحة الجاية؟ طبعا. خلاص أنا عندي مشكلة هنا أثناء التكامل يا مستر محمد لأن أولاً واحد زائد ق تربيع اللي هي بكام؟ واحد زائد ق تربيع احنا عندنا واحد زائد ظا تربيع واحد واحد زائد ظا تربيع دي بتساوي ق تربيع انما ق تربيع بيساوي واحد واحد زائد ظا تربيع حطها واحد زائد ظا تربيع بس دي هنسيبها زي ما هي هنسيبها. طيب لان تكامل ق تربيع موجود عندنا المشكله عندي ان هنا لو وديت س الناحيه دي التكامل بالنسبه لس وجود س فوق كويسه بس وجود ص تحت عندنا مشكله. تمام. حل دي ازاي؟
هو طبعا في البدايه انا عايز الفت نظرك لحاجه، في بعض الناس يقول لك احنا بنعمل مقص، مقص ده غلط طبعا، احنا ما بنعملش مقص ولا حاجه، احنا بنكامل الطرفين بالنسبه لسين بس بنفصل المتغيرات. اسمها فصل المتغيرات. تمام. ودي مهم. طب اول سؤال، لو كان كل ده سينات يا مستر محمد، ازاي اعمل افصل المتغيرات؟ لو كان ده كله سين. خلاص لا خلاص مش محتاجين. يبقى التكامل ده صاد بتساوي؟ اه طرف الايس. السؤال قبل ما نسيبه، لو هنا تحت صاد وفوق سين، ازاي اعمل تكامل وفصل المتغيرات؟ هناخد واحد زائد قاطع ربيع صاد نوديها هناك الاول مضروبه في دال سين. مع دال صاد دال سين الاول بتساوي سين. وبعد كده كامل الطرفين بالنسبه لسين. يعني لو هنا في زي السؤال ده كده بالظبط، هودي الصاد دي مع دال صاد، مع دال صاد، دال سين دي مع سين، يبقى تكامل. طبعا مش اسمها اودي بس سين، بس انا هشرحها لهم بالتفصيل يا مستر عثمان عشان يبقوا فاهمين. تمام. احنا عندنا واحد زائد ق تربيع صاد هوديها هناك، يبقى واحد زائد ق تربيع صاد مع دال صاد. واحد زائد ق تربيع صاد، لا انا هقولها بالتفصيل. طبعاً. واحد زائد ق تربيع صاد مضروبه في دال صاد دال سين بتساوي سين، بتساوي سين. بعد كده هكامل الطرف الايمن لسين، فيبقى تكامل واحد زائد ق تربيع صاد دال صاد دال سين في دال سين، والطرف الايسر تكامل سين دال سين. الطرف الايمن هيتحول دال صاد دال سين، دي اسمها صاد شرطه، لما تتضرب في سين يبقى اسمها دال صاد، وده الاصل. يبقى كانك فصلت المتغيرات وكملت الطرفين بالنسبه لسين، بس اللي انا قلته ده اصل العلاقه بالتفصيل. تمام. انا في الحاله هنا بس عشان نجيب الحاله الثالثه بقى. تمام. في الحاله دي هودي صاد تربيع دي تتكامل مع دال صاد، ويبقى هنا دي تكامل سين دال سين. تمام. سؤالي بقى المهم، لو كان فوق صاد وتحت سين، هناخد دي هنوديها هناك في المقام. تمام. في مقام يعني دال صاد دال سين على المقدار، على الصاد او واحد عليها، او الدال سين تبقى الناحيه دي. بالظبط. ممتاز. اتفضل يا مستر محمد. طيب نشوف كده مع بعض، لما فصلنا المتغيرات وكملنا بقى تكامل واحد زائد ق تربيع صاد دال صاد بتساوي تكامل سين دال سين. باكد تاني، دي كان اصلها واحد زائد ق تربيع صاد في دال صاد دال سين دال سين، اتحولت لدال صاد، يعني ده كان اصلها. هنا هتبقى واحد زائد ق تربيع صاد تكامل الواحد بصاد، تكامل ال ق تربيع بصاد، طبعا دال صاد. تمام. انا بكامل بالنسبه طبعا لصاد. تمام. تكامل السين نص سين تربيع زائد ثابت. ليه نص سين تربيع؟ زودت على الاس واحد وقسمت على الاس سين اس واحد، يعني سين اس واحد يبقى سين اس اثنين على اثنين. تمام بالظبط. طب الثابت ده بقى اجيبه منين؟ هيديني نقطه انا اعوض بيها. هو قال نقطه الاصل، نقطه الاصل يعني الصاد بصفر والسين بصفر. طب الصاد بصفر يبقى دي صفر. صفر بكام؟ بصفر. وصفر تربيع بصفر. خلاص. في نص بصفر، يبقى الثابت طلع بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. بعد ما جبت الثابت لازم اعمل حاجه ثانيه؟ هو طبعا طالب مني صاد زائد ز صاد بتساوي ايه؟ اكتب المعادله يعني واشيل بقى دي. عوضت عن الثابت بصفر، طلعت صاد زائد ز صاد بتساوي نص سين تربيع. ممتاز. حلو قوي. شوف السؤال اللي بعده، ده من الاسئله المهمه جدا. كانت النقطه 1 وسالب 6 هي نقطه انقلاب لمنحنى الداله ده، فان قيمه ب بتساوي كام؟ اولا يعني ايه يا مستر محمد لو دي من غير ما نكون انقلاب نقطه بس 1 وسالب 6 دي تعني ايه بالنسبه لك؟ لو نقطه النقطه 1 و6 دي نقطه بتقع على المنحنى، يبقى معناها يعني بتحققوا. ايوه. يعني لو عوضت عن السين والصاد الطرفين هيكونوا متساويين. السين بكام والصاد بكام؟ السين بواحد والصاد بسالب 6. ماشي. طيب هسيب نقطه حرجه. طيب لو كانت نقطة حرجة يبقى النقطة دي بتحقق المنحنى والمشتقة الأولى عندها بصفر. يعني إيه؟ يعني سين بكام؟ السين بواحد والصاد بسالب 6 والمشتقة بصفر. طب لو كانت دي نقطة انقلاب، يبقى النقطة واحد وسالب 6 بتحقق المنحنى والمشتقة الثانية عندها بصفر، يعني السين بواحد والصاد بسالب 6 والمشتقة الثانية بصفر. طب لو كان المماس يعمل عندها زاوية 45 مع الاتجاه الموجب بمحور السينات، المماس بيصنع زاوية 45، يبقى ميل المماس هيساوي ظل الزاوية، يعني هيساوي ظا 45، فبالتالي واحد، يعني المشتقة هتساوي واحد والسين بواحد والصاد بسالب 6. ممتاز. أنا سؤالي بقى هنا دي نقطة انقلاب. تمام. الفايدة حضرتك قلت لي بقى إيه؟ يعني خد بالك أنت اتكلمت كده في أربع خمس أسئلة في نفس السؤال. أنا طبعا تمام، يعني هو وضح كل النقاط الموجودة بالنسبة للإيه؟ للنقط. يبقى عندي سين بواحد. تمام. وصاد بسالب 6 و وقال نقطة انقلاب للمنحنى. طب ممكن أعوض من دلوقتي عن سين بواحد وصاد بسالب 6 بس هيجي لي علاقة بين أ وب، هو عايز ب بس. طب شوف حضرتك نعمل ايه؟ احنا ممكن نعوض عن السين بواحد وصاد بسالب 6، نعمل معادله في الاول او في الاخر براحتنا عادي، وممكن نجيب المشتقه الثانيه، ممكن تلاقي لغه احد المتغيرات اقدر اجيب الالف او البه بسهوله، وبعد كده اعوض في المعادله الاخرى للحصول على المتغير الاخر. بصراحه يا مستر محمد انا بحب ابتدي من المشتقه الثانيه. ماشي. ماشي. طيب هو طبعا مش هتفرق يعني. لا ماشي. دال ص دال س بتساوي 3 س تربيع زائد 2 ا س زائد ب، دي المشتقه الاولى. تمام. المشتقه الثانيه 6 س زائد 2 ا. امسك. طب تمام. بس هنا احط بقى دي بصفر و س بواحد. تمام. ليه؟ لانه قال نقطه ايه؟ انقلاب. يبقى عند س بتساوي 1 المشتقه الثانيه بتساوي 0. ايوه. ها؟ يبقى 6 في 1 ب 6 زائد 2 ا بتساوي 0، منها الالف طلعت بتساوي سالب 3.
نرجع بقى ان النقطه بتحقق المنحنى. انت كده شلت من الف كمان حطيتها سالب 3. تمام، انا عوضت عن الالف بسالب 3. طيب المعادله اللي قدامنا بقى هنعوض عن السين بواحد والصاد بسالب 6. يبقى سالب 6 بتساوي 1 تكعيب بواحد ناقص 3 في 1 تربيع بسالب 3 زائد ب في 1 بب ناقص 4. خلاص هجيب الب. حصلت منها على قيمه الب، طلعت قيمه الب بتساوي 0. مساله حلوه قوي قوي. تعالوا بقى نشوف اخر سؤال معانا في حلقتنا النهارده. السؤال الاخير يا الله يا استاذ محمد، تكامل جتا لوغاريتم س للاساس ه على س. صراحه يا استاذ محمد لما بلاقي في كسر كده بحب اميل قوي ان ايه، ان فوق ان تحت الداله وفوق مشتقتها. تمام. بس للاسف المشتقه دي مش هي دي. تمام. طب انا اقول لك حاجه يا مستر محمد، الداله دي على س ملهاش حاجه كده في دماغك كده؟ هو مبدئيا هو مستر عثمان لفت نظركم لنقطه مهمه، اي طالب بيشوف بسط ومقام فبيقول خلاص انا هستخدم الايه؟ ان مشتق البسط مشتقه المقام، الكلام ده غلط. انا هلفت نظرك لحته بسيطه. لا اي داله مثلثيه لو لقينا فعلا البسط مشتقه المقام الالجوريثم مقياس المقام خلاص دي، لما دي مش موجوده هنا مش متحققه. مش متحققه. طب هنعمل ايه هنا بقى يا مستر محمد؟ اولا دايما لما يجي لك دوال مثلثيه بص على الزاويه. هنا جتا لوغاريتم س للاساس ه، الزاويه عندنا لوغاريتم س للاساس ه. اي تكامل او اشتقاق خاص بالعمليه ديت لازم تفكر في مشتقه الزاويه. لوغاريتم س للاساس ه مشتقتها يا دكتور عثمان؟ 1 على س. خلاص هي موجوده في المقام. الس اللي في المقام تطلع فوق طلع 1 على س يعني. 1 على س ويبقى التكامل عادي جدا. يبقى جتا جتا داله في مشتقتها. تمام. تمام. تبقى تكامل 1 على س جتا لوغاريتم س للاساس ه. ايوه. عندي اللي بره مشتقه الزاويه 1 على س مشتقة الزاوية، خلاص ننسى اللي بره ديت وتكامل الجتا هيكون بايه؟ بجاية. وهنسيب الزاوية زي ما هي ولا هنغيرها؟ لا لا خلاص ما الزاوية موجودة ثابتة. يبقى جاية لوغاريتم س للأساس هي زائد ثابت. تمام، يعني أنا بالنسبة للتفاضل الجا تبقى جتا. تفاضل الجتا بسالب جا. تمام. تكامل بقى. تكامل الجا بسالب جتا. وتكامل الجتا بجاية. بجاية. فهنا عندي جتا زاوية في مشتقتها. التفاضل ايه اصل التفاضل بتاعها؟ هي جتا الزاوية، هي جاية بالزاوية. طيب ببساطة هنقولها لكم، جتا دال سين نرجعها تاني. جتا دال سين مضروبة في دال شرطة سين. يبقى اصلها جا سين. يبقى اصلها على طول جا دال سين. طب نعينها بالعكس، جا دالة سين عايز افاضلها يا مستر محمد. هتبقى جتا دال سين مضروبة في دال شرطة سين. اللي هو ده، اللي هو ده التكامل وفلسفة المسألة. وبالتوفيق ان شاء الله. ده يعني انا بشكرك جدا يا دكتور عثمان، هي التمارين دي مهمه جدا، يا ريت بس سيادتك ورقه وقلم وتحلها مره ثانيه، وحاول تركز في الكلام اللي احنا قلناه طوال الحلقه، لان الكلام اللي احنا قلناه اهم كتير جدا من حل الاسئله. الاسئله ممكن ما تجيش بنفس الارقام ولا حاجه، بس المفاهيم اللي احنا ذكرناها طوال الحلقه تفرق كتير. طبعا حضرتك ليه موجود موضوع قوانين وعلاقات بدرسها، ولو سمحت اقبل الهديه في الامتحان لو في مساله سهله مباشره احلها بسرعه عشان تختصر في الوقت، وما تنسى تراجع كويس على اللي انت حليته، وان شاء الله بالتوفيق لحضرتك، وتمنياتنا لكم جميعا بالتوفيق باذن الله تعالى. اتفضل يا استاذ. بنتمنى لكم التوفيق وفي انتظاركم في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا. الف شكر.